مساء الخير، أنا والعسل نرحب بكم مع نشان. مساء الخير. ماذا تقول شهرزاد الرواية عن شهريار لهذه الليلة من أنا والعسل؟ يشبه شهرياري بحسن الإصغاء وفيض المساءلة وفطرية التخيل، يستمع يحلل وبعدها يكرر. شهريار الليلة هز عرش مصر المخلوع وتبسم، وصف ولقب ونعت وتبسم، أعياهم في إضحاكهم وعليهم، حتى تبسم شعب مصر وحده في الآخر فضحك أكثر. حصريا في أنا والعسل، دكتور باسم يوسف. مساء الخير باسم يوسف. ايه جو الرعب ده يا باشا؟ مساء الخير، رمضان كريم. الله اكبر. اتفضل اتفضل يا فندم. دول خلاص؟ خلاص. ماشي تمام. اتفضل باسم يوسف. اهلا بيك. لا بس ما شاء الله، يعني الصرف واضح ما شاء الله، يعني الصرف باين. دول بيجيبوهم ايه؟ تلفزيون الحياه وهيك. بس مين دول؟ دول بيجيبوهم بالايه؟ بالعنزه، بكيس دنانير، بكام دول؟ يعني يوميه اللي شو؟ بس هما مش يعني هما مش كابسين الدور شويه، لان هما بره واحد منهم طلع تليفون اندرويد وتصور معايا، فخلي بالكم بس. بس تعرف ليه؟ لانه شبه عايشين في الدور. تعرف ليه؟ لانه نسوا كل دورهم لما شافوا باسم يوسف. يا باشا ربنا يكرمك. باسم يوسف اولا خليني اقول انه هيدا باسم يار. لا اله شهر يار باسم يار. انا فعلا لما قالوا لي انا والعسل قلت لهم انا ماليش اي علاقه بالعسل ده، اساسا برنامج كله مع السيدات وفنانات. يعني هذا استثناء. انا حاسس ان انا كده ديك البدابر. اشكرك. مثل ما انت استثناء بالاعلام والعسل استثناء. اول شيء خليني اقول لك شكرا لانه خصيتنا بهذا اللقاء لما تلفنت لك اطلالي حصري، واول مره لك على الهواء لايف. انت مش جاي من لايف قبل؟ انا ما عملتش لايف قبل كده. خايف؟ هو ده ايه ده؟ انا اول عسل بجد؟ ايه. طب المفروض يتشرب ولا يتغمس ده؟ اللي بدك. انت حاطط لي حاجات غريبه. اوكي. لا مش خايف ليه؟ بالعكس انا حاسس ان انا مع يعني اخويا وانا سعيد جدا ان انا هنا، وسعيد ان انا في لبنان، بلد جميله جدا. تاني مره اجيها، يعني جيت زياره قصيره قبل كده. صحيح. والحقيقه يعني احلى حاجه في لبنان ناسها، يعني ناس جميله جدا. شكرا. فعلا يعني. باسم يوسف، في 100 مليون مصري وفي ملايين العرب كلهم بدهم يسالوا سؤال واحد. احنا بقينا 200 مليون؟ ايه بعتقد صاروا 100. احنا ولدنا كنا 90. اتفضل. لا صاروا 100. صاروا 100. اتفضل. وملايين العرب بدهم يسالوا سؤال واحد. تمام. سؤال مشترك، حتعمل ايه يا باسم بعد مرسي ما راح؟ هو عشان اجاوب لك السؤال ده انا لازم ارجع لك السؤال ده من الاول، لان احنا لما ابتدينا البرنامج ما كانش فيه اخوان ولا كان فيه دكتور محمد مرسي. احنا كنا ابتدينا الموضوع ده على اليوتيوب، وبعدين كنا في اون تي في الموسم الاولاني، وابتدينا الموسم ده واحنا ما كناش يعني متوقعين ان ده يعني خطر لك اول شيء تطلع على اليوتيوب. يعني شو خطر؟ لا هو دي قصه يعني طويله. يعني صديقي العزيز طارق ازاز ومجموعه من الناس قررت ان احنا عايزين نعمل محتوى عربي اوريجينال على اليوتيوب، فقلنا نعمل البايلوت، نعمل تجربه. فحاجه ورا الثانيه ورا الثالثه، انا كنت ما كنتش متوقع ان انا يعني انها توصل لكده. لكن رجوعا لسؤال حضرتك، ان الحل الوحيد ان تتوقف عن السخريه السياسيه ان انت تعيش في المدينه الفاضله وان انت تبقى يوتوبيا، وده مش هيحصل. صح. يمكن ان بعد الفترات الجايه ما نبقاش حلقات سخنه ولا تضحك زي اللي كنا بنعمله، لان انت البرنامج ده انعكاس ومرايه للحياه السياسيه بتاعتك. لو الحياه السياسيه بتاعتك كوميديه وبتضحك انت هتضحك، لو مش كوميديه قوي مش هتضحك. هي الفكره كلها احنا مش بنبص احنا هنضحك ولا لا. احنا برنامج يهدف في الاخر ان الناس تهتم بالسياسه بطريقه مختلفه. بدل ما تتفرج على ساعات وساعات من التوك شوز، تتفرج على مره في الاسبوع تاخد ملخص الاسبوع. الفكره كلها ان لو انت مستنيني عشان تضحك يبقى انا اسف جدا اقول لك انك هتهبط.
لان انا مش جاي عشان اجي اضحكك، انا جاي علشان اديك رايي انا وراي تيم البرنامج في السياسه. ولك ان تاخذ براينا او ترفضه، لكن لا بد ان عيب قوي وغلط قوي ان بعد المجهود ده ان النوع ده من البرامج يختفي لمجرد ان النظام اتغير، او لمجرد ان ما عندكش رئيس بيقول خطب، او لو ما عندكش ان انت عندك قنوات بتغلط كتير. السخريه السياسيه انا اتمنى ان بدل ما يبقى عندي برنامج واحد يبقى فيه في المجال المصري والعربي 20 30 40 50 برنامج. وكمان في حاجه مهمه، هو صحيح هيبقى صعب، لان انا بصراحه كل البرامج اللي بره محتاجه حياه سياسيه ديناميكيه. يبقى يمين وشمال. انت لما تيجي تقفل القنوات، مع ان انا ممكن اكلمك رايي في قفل القنوات الدينيه بعدين، لما تقفل القنوات وتبعد ناس معينه من المشهد السياسي تقصيهم تماما، هو يعني هنتكلم على اقصاء ولا مش اقصاء ولا، بس لما يختفوا باي طريقه كانت ده بيخليك صعب. يبقى انت عندك جانب واحد بس. فلو انت على الجانب الواحد ما فيش السخونه اللي كانت موجوده في الحياه السياسيه. فانا اتمنى ان يبقى ترجع، مش عشان انا عشان البلد، لكن الفكره كلها ان قرار غلق القنوات الدينيه وكده، يعني انت ممكن تختلف فيه، هل دي ديمقراطيه ليبراليه، هل ده كان غلط. الفكره ان كان المحتوى بتاعها في الاخر خالص كان في تحريض جامد جدا، وكان في يعني دعوه للعنف جامد جدا، في تحريض وبصراحه وعدم مهنيه في القنوات الخاصه، وانا قلت الكلام ده النهارده على تويتر. لكن لما توصل الناس ان انت تقنعهم ان انت تستشهد علشان تموت ولا تقتل اخوك المصري، ده حاجه بشعه جدا. اللي انا مضايقني بصراحه دلوقتي ان احنا ما فيش عندنا ثقافه انتصار. انت كنت اعتبرت ان انت انتصرت على جانب سياسي، فتحولت هذا الانتصار الى شماته، تحول هذا الانتصار الى نوع من العنصريه المقيته، والناس دلوقتي بتبررها بيقول لك ان هو ده الحل ضد التطرف وضد لا، عمر ما العنصريه كانت حل لاي شيء. انت لو كان عندك تطرف تحاربه بالوعي، تحاربه بالتواصل، تحاربه بالقانون لو هو تعدى او تخطى، لكن العنصريه عمرها ما كانت حل. احنا كنا بنعيب على التيار الاسلامي ان هو كان مغرور، وان هو كان عنده نوع من التعالي ونوع من الاقصاء. الان الاعلام الليبرالي عندي في مصر الحقيقه بيمارس نفس الموضوع، وهم مش واخدين بالهم ان انت دلوقتي اللي انت فرحان قوي بيه ده، انت كده بيخليهم التيار الاسلامي بيكتسب تعاطف تاني. ولازم الناس تفهم ان الدنيا دواره. انت كنت لسه من 3 4 اسابيع كنت يا لهوي وهنعمل ايه وكلام من ده وبتاع، فيوم لما انت تيجي تبقى انت الاعلى تعمل نفس الغلطات ما يصحش. صحيح ان التيار الاسلامي فقد بوصلته الاخلاقيه، مش التيار الاسلامي كله، التيار الاسلامي السياسي في مصر فقد البوصله الاخلاقيه، وكل الكلام عن الحكمه والموعظه وكل الكلام ده هو اطراح في في في, في من ضمن يعني اطماع سياسيه سيئه جدا اساءت للسياسه واساءت للدين. لكن ما ينفعش ان انت تيجي تتشدق بعبارات الحريه وتعمل نفس الموضوع وتقوم باقصاء الاخر بالعنصريه. انا كنت بهاجم وكنت بسخر، بس انا ما غلطتش في عرض حد او في ابو حد او في ام حد، او ان انت تقول على حد ان دول لازم يتقتلوا لازم يروح. لا لا، في شو الحل الامثل اليوم بالنسبه للخطاب فاشي حاليا؟ شو الحل الامثل اليوم بالنسبه للقنوات يلي كمان عم بيمارس عليها العنف، يلي كانوا الاخوان المسلمين او التيار السياسي كانوا يمارسوا على القنوات؟ انا رايي حضرتك ان الموضوع ان في لازم قانون يفعل ضد خطاب الكراهيه. في حاجه بره، في هنا حاجه مجرمه اسمها هيت سبيتش. الكلام ده هو الخطاب الذي يدعو الى الكراهيه، الذي يدعو الى التحريض. كونك انت تطلع وتسخر من حد ده لا يدعو الكراهيه، ما بقولش حد روح يقتله. لما انت تطلع دلوقتي تكره الناس، مش بس في يعني انا ما عنديش معنى ان انت تكره الناس في الارهاب وان انت تقول ان في خطر على البلد وكده، لكن متى توصل للموضوع كمان ان انت تاخد في سكتك الفلسطينيين والسوريين والناس ويتم شيطنتهم؟ دول ناس غلاجئين غلابه جايين عندك في البلد، انت ازاي تتعامل معاهم او تتكلم عليهم بالطريقه ديت؟ والا اذا كان في بعض اخطاء من بعض الناس، يبقى امريكا ليها حق بقى انها تشيطن المسلمين في العالم كله علشان 11 سبتمبر، يبقى احنا ما نتكلمش. لكن الفكره كلها ان مش كل فلسطين حماس، ومش كل الفلسطينيين بيحبوا الاخوان، ومش كل السوريين ما ينفعش كده. انت امال تبقى ازاي مصر ام الدنيا؟ ازاي تبقى مصر ام الدنيا؟ مصر ام الدنيا اساسا بتنشر العنصريه بين ابنائها. فهي الفكره كلها ما يحدث في مصر الان هم جانبين، في جانب سياسي ومسار اخر انساني. الجانب السياسي انا مع اللي حصل مع 30/6، لان انا شايف ان احنا كنا رايحين في اتجاه سيء جدا. سميه انقلاب، تسميه انقلاب بمباركه شعبيه، سميه ثوره والجيش استجاب ليها، سميه اللي انت عايزه، لكن الفكره كلها لو احنا ما كانش حصل احنا كنا هنبقى احنا في الجانب الاخر. لكن هناك مسار انساني. الناس اللي في رابعه بني ادمين، في منهم ناس خارجين بني ادمين ومصريين من نسيج المجتمع المصري اكيد، في ناس منهم بيحرضوا يتجابوا،
في ناس منهم بيحضوا على الكراهية وبيسوقوا الباقيين لقتلهم بدافع الشهادة، في ناس منهم بيطلعوا يكذبوا على المنصة يقول لك رأيت الرسول والرسول على كتفي والرسول ومحمد مرسي على كتفي على رجلي وبيدلكوا حاجة، خطاب يعني يدعو إلى التكفير. لا يجاب الناس دي. لكن النهارده مثلا دكتور عمرو حمزاوي وهو معروف بليبراليته وبتاع بيتشتم من كل حته من الليبراليين لانه هو راح مثلا فتره معاهم في الرابعه. انا ممكن ما اقدرش انا ما احبش اروح افتكر، بس ما تشتموش. هو الناس اللي جوه الرابعه دي فاكره ان هي لو طلعت بره الرابعه دي هتتقتل، هم فاكرين كده، والناس اللي على المنصه بيفهموهم كده. هم عزلوهم على المجتمع خالص وفاكرين ان هو يا اما نموت هنا يا اما مش فانت بتوسع هذا الشرخ. سياسيا انا ضد الاخوان قلبا وقالبا، وشايف ان هم كذابين، وشايف ان هم كذبوا على الناس، وشايف ان هم خانونا، ولما انا قلت خان يخون اخوان لان هم خانونا وخانوا عودهم. لكن ان انت لازم تعامل القواعد بتاعتهم على انهم بني ادمين، لان انت مش هتقدر تخلي كام 100,000 واحد، مش هتقدر تخلي 10,000 واحد يختفي من المشهد. مش هتقدر تعمل الكلام ده. هو في سؤال كتير مهم، الاستقرار المصري اليوم قد ايه رح بيكون وطيد طالما في مجموعة من الممثلي يعني قد ايه بالمية 58%؟ النسبة مختلفة، لأن خلي بالك اللي صوتوا الدكتور مرسي في ناس كتير جدا انقلبوا عليه وكرهوه بعد كده، وفي ناس منهم اللي هم المحبين الإخوان، وفي ناس الإخوان جزء يا سيدي يقول جزء مهم كتير من النسيج المجتمع المصري 2% إذا تم إقصاء 1%. أنا رح أخذ التجربة اللبنانية، أنت بتعرف عنا هون الموالاة والمعارضة 8 و14، يعني بلبنان ما حدا بيقدر يعين حاجب خارج الأراضي اللبنانية مختص بلبنان من دون ما ياخذ موافقة الطرفين. بمصر قد ايه بتخاف من سيناريو الجزائر؟ حرب أهلية بمصر بتصير أنا مش خايف من الجزائر، مختلفة شوية. الجزائر كان مشكلتها أنه أول ما جابت الإنقاذ الجزائرية اللي هي الإسلامية كانت نجحت على طول، الجيش قلب يعني ما كانوش خدوا فرصة. هنا كان الناس شافت التجربة واتقلبت عليهم. المشكلة أن احنا احنا كنا بنشتكي أن الإخوان كانوا بيحكموا مصر كجماعة وكانوا بيقصوا بقية الناس. أنا رأيي إن لازم الناس كلها تشترك في المشهد ده. أنا عندي كمية تحفظات فظيعة جدا على الأحزاب الدينية. لازم الأحزاب الدينية دي توفق أوضاعها، لأن ما حدث الأحزاب الدينية ولا هي أضرت بالوطن وما فادتش بالدين بحاجة للأسف. فلازم إن يتم كل الأحزاب اللي حياة سياسية لازم تبقى على مبدأ المواطنة وليس الدين أو الجنس أو العرق، لان انا مش هقبل ان يبقى في طيار او حزب يستخدم الدين علشان يكره الناس فيا، لان الدين هو اقوى حاجه، اقوى سلاح في البلاد بتاعتنا دي. انا ممكن اقول عليك انت فاشي، عنصري، انت ارهابي، حتى عارف لو قلت عليك ارهابي ناس يعني، بس تعرف لو انا قلت عليك انك كافر او قلت عليك انت ضد المشروع الاسلامي او ضد قلت عليك ان انت ضد الله ورسوله، ده في حد ذاته خطاب خطير جدا. فالفكره فتوى بهدر دمك غير مباشره، بس الفكرة كلها ان انت احنا ما ينفعش. انا لما بقول لك انت بتقول 58 قلت لك يا سيدي ولو حتى 1% لازم نحترم، بس لازم نحترم باليات وقواعد تضمن ان الناس دي تنخرط في الحياه السياسيه، بحيث ان هم حتى لو تاني لو وصلوا للسلطه ما يعملوش اللي هم عملوه، لان البديل ان الناس دي تذهب تحت الارض ويتم الموضوع يتحول الى عنف وعلى الى ارهاب. اسال سؤال، الحل الامني كان هو دايما الحل الظاهر مع الجماعات الاسلاميه. نعم. فادنا ايه الحل الامني؟ الناس تطرفت اكتر، الناس تعاطفت معاكم اكتر. فانت دلوقتي انت بتشتري راحت بالك النهارده، لكن انت بتظلم ولادك واحفادك بعد كده اهوت لما الاحزاب ديت او الطيارات دي تاخد وقتها تاني. فلازم تعمل اطار نتفق عليه جميعا، يبقى مبدؤه هو المواطنه وليس الدين وليس العرق وليس الجنس. لان انا النهارده لما اجي اسيطر واستخدم الدين ضدك، ممكن واحد تاني اكثر تطرفا مني يجي وياخد. طيب مين دلوقتي اللي واقف مع مؤيدي الدكتور محمد مرسي؟ الجهادين في سيناء، القاعده، الدكتور محمد البلتاجي بكل صراحه يطلع يقول لك ان العمليات الارهابيه اللي في سيناء دي هتتوقف يوم ما دكتور محمد مرسي يرجع. ده تهديد، ما ينفعش ان احنا نبقى تحت السيف. بس الفكره كلها ان انت لازم، دي عايزه عمليه جراحيه خطيره جدا، بحيث ان انت تشوف ايه بؤر التطرف اللي موجوده وتعالجها وتبعدها عن بقيه الناس، لان الناس دي مش هتذهب. الناس اللي في رابعه مش هتختفي، لو روحوا النهارده هيرجعوا بيوتهم، لو رجعوا بيوتهم النهارده مش هيختفوا مش هيموتوا. بتخاف من حرب اهليه؟ بص يعني هي تقيله، الكلمه دي تقيله، كلمه الحرب الاهليه دي تقيله ويزعجني. بس العالم العربي مفتوح على جميع الاحتمالات للاسف. يعني الفكره كلها انا خايف من ما اراه دلوقتي. انا قلت قبل من كام يوم ان الحرب الاهليه ما بتبتديش لما نرفع السلاح في وش بعض، الحرب الاهليه لما نفقد انسانيتنا مع بعض.
دي مشكله جامده جدا. احنا دلوقتي بقينا نقول لك مش كمال المصلحه دي، مشكله انسانيه، دول يستاهلوا كذا وكذا وكذا. في مخالفات رهيبه جدا حصلت من الاخوان في تمثال النهضه، في حوالين ميدان النهضه وفي رابعه مع السكان، واللي حصل في الحدث الجمهوري لا يبود ان يتم تحقيق في حال مين بقى المدى الاول الهجوم، مين هل في مبرر ان الناس دي كلها تموت. فاحنا الفكره كلها ان سياسيا احنا مع اللي حصل، لكن انسانيا لابد في ناس بني ادمين ضحايا للموضوع ده، مش المفروض ان انت تسيب الموضوع ده وتعتقد ان دول هيختفوا. فهي دي الفكره، لازم ترجع وتشوف فين انسانيتك في الموضوع. باسم يوسف، لما من بعد 30 يونيو كنا منتظرين يوم الجمعه انه يطلع باسم يوسف بحلقته ويحكي يخاطب الناس، ما طلعت. الاعلامي لما يكون في مازق بدل ما يطلع بشكل اسبوعي بيطلع بشكل يومي، لانه في كثير من زملائك وزميلاتك على الشاشات المصريه كان عندهم وجود يومي استنفروا، يعني الناس بيستاهلوا منك كان انه تطلع على الهواء تتهم انه اختفيت. الناس كانوا ناطرينك بدهم باسم على الهواء لانه وما زلت مختفي. هل برايك العسكر بمصر في تحفظات على نقدهم؟ يعني انت تجرؤ اليوم تطلع اذا عندك مآخذ تقولهم على الهواء انا انقد العسكر ب 1 2 3؟ اوكي، رقم واحد، احنا كنا اساسا مخططين ان احنا رمضان مش هنطلع، يعني احنا قلنا من زمان ان رمضان وبعد العيد احنا كنا اجازه، فده دي مش اجازه مفاجاه. لكن الجمعه اللي بعد 30/6 اللي هو 5 يوليو اعتقد، احنا لما لقينا الدم زاد في الشارع، لان احنا انا شفت الموضوع بيتحول، وبعدين فعلا حصل اربع خميس جمعه كان دبح، وانا جمهوري في وسط البلد، انا المسرحي في وسط البلد، انا كنت خايف على الجمهور، كنت فعلا لما سينما راديو سينما راديو في وسط البلد، وكان في انا ما كنتش اضمن سلامه حد واحد يجي مسرح وبعدين بس تطلع من مطرح تاني، يعني لا هو الواجب الاعلامي انك تكون حاضر على الشاشه. لكن بصراحه في الاخر هذا الاعلامي هو انسان، انا لسه يعني اعلامي بدء الاخبار او بقول رايي، هو في سخريه، فانا كنت شايف ان لا كان ما كانش من الذوق انت تطلع وتسخر من اي شيء، لان كان في ساعتها مشاعر متضاربه، هل احنا نفرح عشان 30/6؟ طب والناس اللي بتقول فاهمني كان في ليه ما حاولت تعمل حلقه من ميدان التحرير وحلقه من ربع العدويه حتى توفق؟ لا انت بتتكلم كلام صدقني الموضوع مش بسهل بالطريقه دي. احنا يعني انك تنزل الشارع وكان في ضرب نار وكان في يعني نوع من العنف، ما كانش يعني لو انا انزل انا ممكن انا اخاف على فريق العمل بتاعي، دي نمره واحد. نمرة اتنين، نرجع لسؤالك، انا لما انا كنت في اون تي في ايام حكم المجلس العسكري انتقدت المجلس العسكري كذا مره، انتقدته في مذبحه بورسعيد لما الست بنات اتعرت في ماسبيرو، وطلعت واتكلمت. فكرة كلها دلوقتي ان العسكر او ما يسمى او الجيش هو دلوقتي هو مشرف على الاداره الانتقاليه للبلاد. انا لما ارجع هل العسكر هيبقى واضح؟ ما هي دي الفكره. ده يعني مثلا واحد من الاخوان اللي هو اللي الناس كلها عارفه ان هو رجل الحديد هو محمود عزت. محمود عزت انا عمري ما جبت سيرته تقريبا يمكن يعني في البرنامج لانه مش ظاهر. ازاي انت تنتقد؟ ان خلي بالك البرنامج بتاعي قائم على الماده الاعلاميه. فلو في حاجه قالها حد من الجيش وواضحه اخد ونتكلم عنها. ولازم برضه تبقى انت حساس جدا في الموضوع دوت، لان انت دلوقتي في وقت انت مش عارف تصنف اللي بيحصل ضد الناس ده، هل هو ارهاب؟ هل هو هجوم على الجيش؟ هل هو هجوم على الناس؟ اولا السقوط شو بتسميه؟ بتسميه انقلاب شعبي، انقلاب عسكري، ديمقراطي؟ أنا شو التسميه؟ ثوره؟ سمي اللي انت عايزه، المهم ان في الاخر كان البديل كان سيء. البديل كان سيء، سمي اللي انت عايزه. احنا ممكن نيجي انا وانت نفتح القاموس، في شرعيه باللي صار؟ يعني انا اسال سؤال، هل بعد الناس دي كلها لما نزل في الشارع هل كان ينفع الرئيس مرسي يستمر في الحكم؟ يعني الملايين اللي انا مش هتكلم 33 و17 مش هتكلم على الارقام المبالغ فيها دي، الناس اللي نزلت كانت اكتر من الناس اللي نزلت وقت اتحاد نحي مبارك كتير. كان في نوع من الكره الشعبي وكان في نوع من الابتعاد عن الواقع الرئيس مرسي ادى ان ما كانش ينفع يستمر. شو النقاط المشتركه او النقطه المشتركه بين الرئيس مبارك والرئيس مرسي؟ لا هو بص، هو في طبعا فرق شاسع بالوقت اللي اتيح ليهم، بس الاثنين ما سمعوش الشارع، الاثنين ابتدوا يسمعوا للناس اللي حواليهم. ما ينفعش ان انت تحكم على بلد من ان انت تسمع جماعتك بس. وانا كنت بقول لحضرتك ان السيناريو اللي حصل ان يعني انا يعني يوم الخطاب الشهير بتاع الدكتور مرسي اللي هو ساعتين ونص، ان هو
يقول انا فلان ومسلط عليه قنوات وفلان وعاشور وفوده بتاع المعادي وكلام من ده. وبعدين لما قال سنه كفايه، سنه كفايه دي والناس هللت والشعب بيقول تطهير الاعلام، ده معنى كده ان سنه كفايه دي كانت اشاره، لان بعد لما هو خلص كميه الناس اللي اتمنعت من السفر وجوابات جت لنا من المنطقه الحره ان هذه القناه سوف لو انت ما بطلتوا تتكلموا على الرئيس هنغلق لكم القناه. فهي الفكره كلها ان بدل ما الرئيس مرسي يحط لنا وهو رئيس الدوله كان يحط لنا في اطار ان احنا وانتم، حطينا في اختيار يا انا يا انتم. فكان ساعتها انا ممكن افضل اقول لك لا انقلاب وما يصحش والحياه الديمقراطيه وكلام من ده، لكن انا كنت هقول لك الكلام ده وانا في السجن دلوقتي، مش انا بس، ناس كتير يعني، في كانت يعني قوائم بسياسيين وقوائم بعلميين كان هيتسجنوا. وساعتها هل تفتكر كانت القنوات الدينيه كانت هتترحم علينا؟ لا، كانت هتشمت فينا عادي، ولانهم كانوا بيطالبوا باغلاقنا. تخيل ان انا عمري ما طلبت باغلاق اي قناه دينيه في كل السخريه دي كلها، لان انا شايف ان المفروض الناس تتكلم. هم كانوا بيطالبوا، كانوا بيطالبوا بغلق قناه وبوقف برنامجي ورفعوا عليا قواضي ونادوني بالفاظ مثل الشاذ، الصهيوني، العميل، الماسوني، وخاضوا في عرض اهلي، خدت بالك؟ وانا لا، وانا ما جاوبتش الكلام ده. فهل تفتكر الناس دي كانت هتظهر لو ده حصل؟ كان في لما راحت وحققوا معك كان في دلائل يعني وجهت فيها؟ كانوا جايبين الحلقات بتاعتي وعمالين يتكلموا معايا افيه وشو وكنت عم بترد عم بتبرر؟ انا بقول لهم يعني هل ده ازراء اديان؟ لا يا سيدي، ده مش ازراء اديان، هل ده انت رئيس؟ انا مش شايف انت رئيس يعني. بس اعطوك مساحه من الحريه يعني، يعني سمحوا لك بانه تكون معهم على المسرح، هني وبالحكم بهالسنه هني عملوا سنه اولى حكم يعني وسقطوا، بس سمحوا لك على المسرح تكون انت ويهن موجودين. وسحب الرئيس مرسي كل الدعاوى اللي مقدمه ضد الاعلاميين، كيف فيهم يعملوا يعني؟ كان فيهم ياخذوك يحطوك بابو زعبل يعني، كان فيهم ياخذوك انت او غيرك ويمارسوا عليك العنف او التعذيب او تمام. بس خلي بال حضرتك ان هي مش منا، من الرئيس ان هو يجي ويقول لك اتكلم. وهي الفكره كلها ان كلمه سنه كفايه اللي قالها الرئيس كان يعني ان كل ده كان هينتهي. يعني كان اشاره واضحه ان خلاص مفيش، خلاص انا راجل شايب وانا قائد الاعلى للقوات المسلحه، انت مش هتتكلم عليا بعد كده. فالفكره كلها ان هو ما كانش يقدر يعمل كده في اول السنه، بس هو كان قادر يعمل كده اخر السنه. وكان جاي لنا اشارات كتير جدا ده هيحدث. الفكره كلها ان دلوقتي انت في الناس خدت دلوقتي قرارات شايفه انها امن قومي، ان الناس دي يعني التظاهرات بتاعه التيار الاسلامي وقع فيها ضحايا كتير جدا من قبل طبعا المساله بتاعه الحرس الجمهوري. الناس كانت عماله تموت في الشوارع، الناس عماله تتبخ وعماله تتشحن وعماله تتشحن كراهيه وعطائفيه بطريقه رهيبه جدا. بيطلعوا الناس اللي بين الصلايات ذنبهم ايه؟ الناس اللي في المانيا ذنبهم ايه؟ الناس اللي في رابعه عدويه ذنبهم ايه؟ وده الجانب الانساني اللي انا بقول لك عليه. فيمكن في وقت من الاوقات انت محتاج ان انت فعلا تقفل الخطاب الذي يحض على القتل، مش بس الكراهيه او العنف، قتل. وانا دلوقتي بقول لك انا بشتكي من القنوات الخاصه، هم لازم يقدموا اعتذار على لان احنا المفروض ده اعلام مهني، المفروض اعلام ليبرالي، المفروض له يعني زي يبقى له كده هو نوع من الاخلاقيات. ما ينفعش انت تفرش الملايه وما ينفعش انت تلطم على الهواء وما ينفعش انت تقول ان دول ارهابيين وخلاص. مش كل واحد في ربع ارهابي، بس الناس اللي بتزقهم لازم زي ما بقول لحضرتك لازم يتم التحقيق معاه. بايام الرئيس مبارك حضرتك يمكن فترة من الحكم كنت موجود بأمريكا بغية الدراسة أو العمل، أثناء ما كان ولا إعلامي بيقدر يوقف مثل ما أنت بتعمل اليوم أو عملت بحكم مرسي، يوقف أنا موجود هنا. يعني كان في بطل وحيد بالإعلام حمدي قنديل يعمل برنامجه قلم رصاص قلم رصاص، يروح على دبي على ليبيا على أبو ظبي يعمل برنامجه، وكان بطل وقتها يقدر يحكي ويناهض الحكم. أثناء ليش برأيك ما كان في هامش من الحريه؟ وانت كنت موجود يعني على يوتيوب ولا مره مثلا شفناك؟ لا انا 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 بقول لك بمنتهى الصراحه، انا ما كنتش انا يعني انا يعني انا مش حامل نفسي بطل وكل حاجه، انا هقول لك انا ما كنتش اقدر اعمل كده ايام حسني مبارك لسبب بسيط، ان ده في ناس يعني اصدقائي انت عارف اللي هو اللي عمله اللي هو شيكو ولو سمير شهير وبهير اللي طلعوا معايا في البرنامج، اللي هم عملوا فيلم يوتيوب بيتريقوا فيه على فيلم الطريق الى ايلات. كان عملوا فيلم اسمه اللي قالك عمل سلم لي على فيلم بالظبط، عملوا ايه فيلم خالتي بتسلم عليك بالظبط، عملوا فيلم اسمه ايه رجال لا تعرف المستحيل، ده فيلم ولا له دعوه بالسياسه ولا دعوه بحسني مبارك ولا اي حاجه خالص. الناس دي عملت الفيلم ده
و امن الدوله جابه وضغط عليه. كان الامن الدوله كان جهاز رهيب يعني، خدت بالك؟ انا ما اعتقدش ان انا كنت عملت يعني، كان الخوف سائد اثناء. لا هو كان يعني ما جاتش في مخ الناس كده، او كان في كان في قمع كان في طبعا قمع. لما جت الثوره كل الناس فتحت، الناس اللي عمرهم ما فكروا يعملوا برنامج عملوا برنامج، الناس اللي عمرهم ما فكروا يوصلوا للسلطه وصلوا للسلطه. فجت الثوره عشان زي ما يقول لك تصفر العداد من اول وجديد، تصفر العداد عشان الناس دي كلها اللي مش قادر يعمل حاجه يعملها. فاه انا ما كنتش قادر اعمل كده في خصوصا وانا عمري ما عملت نفسي سبعه البرومبا وان انا هعمله يعني. قبل الفاصل بدي هنطلع فاصل خلاص، بدي اياك تقول لي عن السؤال اللي طرحته عليك زميلي على فرانس 24 لما قالت لك متهم انه أراغوز، وكان عندك جواب كتير. الأراغوز ده حاجه جميله، الأراغوز ده جميل، الأراغوز ده هو ده شيء كان بيستخدم وقت الاحتلال العثماني، ان كان الشعب يعبر عن رايه بكوميديا وبطريقه ساخره، وان هو يعني يهاجم السلطه. فبالعكس ده شرف ليا، وكمان يعني على الاقل الارجوز بيضحك الناس. بس هي الفكره كلها ايه؟ ان انا اتمنى ان انا زي ما يعني الناس الارجوز انا مش متضايق منها خالص، لكن الفكره ان انت ما تتوقعش انت مجرد انك هتضحك، لان ساعات الاحداث هتفرض انك مش هتقدر تضحك. واتمنى ان الناس ما تبصش بس عليا ان انا بضحك. لو ارجوز ماشي يا سيدي، يا الارجوز ومهنه شريفه. بعد الفاصل رح اسالك باسم يوسف، هل حضرتك تيار جديد بملامح أراغوز أو فلتت شوط عملت عملتها وانتهت؟ هي عملت عملتها قريبا، وراح احكي عن جون ستيوارت وراح احكي عن نادية بعد الفاصل. شكراً. شكرا. يا جماعة احنا معانا باسم يوسف. طب دكتور باسم يوسف، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الأراغوز تيار جديد بملامح أراغوز او طفرة طلعت فينومين ظاهرة وخلص بعدين الى الزوال؟ كل شيء الى زوال، كل شيء في الدنيا الى زوال، لا يعني لا دايم الى وجه الله، خلاص الدوام لله وحده. جميلة هذه القناعة. لا لازم اصيز ولا حاجة يعني، زي بقول لك ايه يعني، لو فضلت لكده كان فضلت لك، او لو بقت لكده كان بقى يعني مش ممكن حاجه تفضل على طول. اللي احنا نقدر نعمله ايه؟ حتى لو احنا اختفينا بعد شهرين على الاقل يبقى احنا صحينا الناس ان هم يعملوا اعلام مختلف. الفكره كلها ايه؟ ان الناس بتحكم على حاجه انها طفره او لا، ان هي هيضحكنا ولا لا. اصل مرسي مشي فمش هيقدر يعمل. انا زي ما انا قلت قبل كده، ممكن تبقى الحلقات اللي بعد رجوعنا ما تبقاش بكم الكوميديا الرهيب، لكن في الاخر ما تبصش على الحاجات دي لكن في الاخر ايه؟ دايما السخريه السياسيه والكوميديا هي عباره عن مراقب، ووتش دوج على الحياه السياسيه. ان انت تقرب الناس اللي غير مهتميه بالسياسه وتدي لهم السياسه بشكل كويس. الفكره كلها ان نتمنى ان احنا نفضل موجودين، ننزل شويه نطلع شويه، الناس تبطل تتفرج علينا. كم المشاهده الرهيب اللي كان بيتفرج علينا والناس كانت بترص كراسي على القهاوي ممكن ما يفضلش. ممكن يبقى اللي اتفرج علينا بدل 30 مليون 3 4 مليون، ممكن ما نبقاش نمره واحد، ممكن نبقى 4 و5 و6. انت بيتفرجوا عليك 30 مليون؟ هو ده الريتنج بتاعنا اللي بيجي لنا. بس الفكره بتاعه ريتنج 26. خيالي. بس ما شاء الله. بس انا بقول لك في اي حاجه جديده في الاول بتبقى طالعه كده. الحاجه اللي مش طبيعيه انك تطلع كده. لازم اي حد بيطلع لازم ينزل وبعدين يستمر بشكل طبيعي. يعني مثلا اديك مثال، ناس استاذ عمرو اديب بقاله قد ايه في الاعلام؟ صحيح، مش كده؟ هل هو دلوقتي نفس الهايب اللي كان عنده اول ما طلع؟ اول ما طلع كان عمرو اديب لوحده وكان الناس كلها بتتفرج عليه. دلوقتي جراوندد، عنده ثبات واسم دلوقتي كبير بالاعلام. لو الناس اللي ما تعرفش نعمل بتتفرج على عمرو اديب، في ناس اللي ما تعرفش نعمل بتتفرج على يوسف فوده، عماد الدين اديب، بنفس الموضوع. في ناس كل واحد له جمهوره يعني. كل واحد في الدين له جمهور، حتى نجوم القنوات الدينيه. بمعزل عن الدعاوي بينك وبينه لعماد الدين اديب، ماله والعتب الحلقه الثانيه من الموسم الجديد بس بس على اليوتيوب، منع من انه ينبس على الهواء. والله كان ساعتها في احداث. زعلان انت اليوم على اللي عملته بحلقتك ضد أنا عماد الدين اديب؟ في نفس هذه الحلقه انا اتكلمت على رئيس الجمهوريه. والله اعلم اذا كان هي اتمنعت عشان فعلا احداث، ولا عشان كان اول مره اتكلم على رئيس الجمهوريه بالطريقه دي، ولا علشان عماد اديب، الله اعلم. بس الكلام اللي قاله لنا ان هي كانت احداث، وكان في ساعتها قتل في الشارع، وكان لسه بقى قلنا لهم بصوا مش هينفع ان كل شويه يعني احداث، الا طبعا الاحداث الرهيبه اللي في الاخر ديت اللي بقى فيها خطر حقيقي اللي قلنا.
لكن انا ما كنتش عارف ايه الموضوع عامل ايه. بس انا الفكره كلها انا بعمل الموضوع بطريقه غير شخصيه. انا عمري ما بشخصن الامور ولا بشخصن الامور مع هذا الشخص ولا هذا الشخص ولا هذا السياسي ولا هذه حتى الجماعه. لكن لا بالعكس، يعني اتمنى ان الناس تاخدها ببساطه. مش الناس بدك هو ياخدها. يا سيدي خلاص بقى حكيته من بعدها ابدا. لا لا، بس انا اعتقد لما انا رحت النائب العام هو اتكلم كلمتين كويسين وقالوا ان انا برغم الاختلاف فانا ضد حريه الراي. هو اتكلم كلام محترم جدا يعني، واشكره على ذلك. يعني محمد حسنين هيكل اللي حكى عنك كله اتكلم. لا يا ده راجل عظيم يعني. يعني دي كلها طبعا يعني بص حضرتك، هي فكره كل الناس بتتكلم عن الموضوع لانه شيء جديد. بعد شويه نفس الهايب ونفس الاهتمام بالبرنامج وبس مش هيبقى زي ما هو موجود. هياخد سكته وهياخد مكانه. بس انا اتمنى ان هو يستمر. يعني عليت السقف كتير. يعني انت نيشنت على اعلى مقام رئاسة الجمهورية، فاي شخص تاني بالنسبة لك سهل انه تنقده او تسخر منه او يبرر لك انه طالما باسم يوسف مش دايما لان في ناس مثلا شتمتني او بتاع كان مستوى انا مش عايز انزل لهذا المستوى. بالعكس يعني انت الموضوع مش علو او تو، فين الرساله؟ هذا ممكن الشخص اللي بيشتمني ده ما يكونش له اي دور في الحياه السياسيه وما يكونش له اي قيمه ان انا اتدي عليه. زي هو مجرد ان هو بيجر رجلي او بيتحرش بيا يعني عشان ارد عليه. لكن رئاسه الجمهوريه هو مش رئيس الجمهوريه كشخص، لكن هو زي بيقول لك فيجر هيد يعني، ده مسؤول. وانا شايف ان هو مش مظبوط الحاجات اللي هو بيعملها، فانا لازم اتكلم. ممكن يجي رئيس جمهوريه يعجبني، بس ممكن ينتخبوك رئيس جمهوريه؟ استحاله. شو وزير اعلام؟ استحاله. ال 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 اللحظه مطرح بالوزارات، اللحظه اللي انت هتخطي رجلك فيها في السياسه لو انت شعبيتك كده، شعبيتك هتبقى كده. خلاص، دايما لعيبه الكوره والناس اللي في التلفزيون شعبيتهم اعلى لو انت بالعالم العربي ولا معمم عليك بكل العالم. لا يعني في اي حته في العالم. يعني اي حته في العالم، مثلا شوف اوباما مثلا شعبيته او الابروفال ريت بتاعه اول ما كان اول اربع سنين اول سنه في الاربع سنين ودلوقتي. اي حد بيخش السياسه لان هو في الاخر بيتحمل كل الاخطاء اللي بتحصل في الدوله. لكن اللي بيلعب كوره، لكن اللي بيطلع التلفزيون هو في الاخر بيعمل انترتينمنت، بيعمل تسليه. باسم يوسف هددوك مرة قتل بالرصاص، مرة بالسم، شو بعد؟ السم ما جاليش ولا تحت بتدو هنا بالعسل. طيب لا ما فيش سم، يعني حاجات تانية. شو آخر تهديد هددوك؟ كيف تتهدد على تليفونك موبايلك ولا كل حاجة؟ عندك بودي جارد؟ مرافقين؟ على لما يبقى مثلا يوم الشو وكده بيبقى في ناس بس بتساعدنا نطلع بره المسرح، بس غير كده يعني ما. تطلع برات البيت كتير بحكم ما بقتش أطلع كتير. ما بقتش اخاف؟ لا 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 ما بقتش اخاف. بيبقى الموضوع ان انت انت بص حضرتك لما انت بتبقى انت يعني في برنامج متشاهد قوي، فانت انت كل وقتك لشغلك، والوقت اللي عندك بتبقى عايز تقضيه مع عيلتك يعني. فهو عشان كده ما بخرجش كتير. النقد اللي بيصير لك من صحفيين او زملاء لك بكل صراحه في غيري باسم يوسف، لانه حضرتك فجاه زرعت بيناتنا هيدا الانسان المهضوم يلي بيطلع ساخر سياسي، سرق الاضواء من الكل. وقتها بقول لك الكل اتس 100 يعني في 100%. والنبي كمل والنبي ما تقولش. ايه جمال، ما بتحب المدح انت كثير. ما بحبش المديح. ارجوك ابدا ارجوك. بس هيدا مش مديح، هيدا دي فاكتو، عم بحكي وقائع. برايك في غيري مكان ما انه من هو اللي اجى سحب البساط من تحت؟ بص انا بحب ابقى واقعي يعني. هو منه اعلامي، هو طبيب جراح. انا هقول لحضرتك حاجه واعتزل المهنه. لا انا هقول لك حضرتك حاجه. بص، فكرة ان انت تقول الناس بتكرهني عشان غيرانة مني، او ان الناس بتكرهني عشان مش عارف تعمل زي، انا شايف ان ده هروب من الواقع. بمعنى ايه؟ لازم انت كواحد في الاعلام تعيش مع واقع ان في ناس انت مش عاجبها يا اخي. في ناس يا اخي انت على دمها، شايف ان دمك تقيل، لان انت استحالة ان انت ترضي جميع الاذواق. استحالة. انت لازم تعيش ان في ناس مش عاجبها اللي انت بتقدمه. فانا كونك ان انت تقول اصله غيران مني، اصله ما بيحبنيش، اصله اعداء النجاح، ده كان اسلوب كان بيعمله الناس زمان علشان يعيشوا في نوع من الانكار واعداء النجاح. موضوع الانكار. انت لازم تنزل على ارض الواقع وتدرك ان مش كل الناس هتحبك. وما تاخد ذرائع سخيفه مثل عادي، لان انت في الاخر هتصدم في الاخر ان فعلا الناس كلها مش بتحبكش. انت لازم تعرف ان انت بتقدم حاجه انت لو 25% بس عجبهم ده انجاز في حد ذاته. وبيضلوا اوفياء لك يا سيدي. لو ده لو 5% منهم ظلوا اوفياء لي ده يبقى جميل جدا. بس من امتى الناس تعتقد ان 100% وكل الناس تجتمع ان انت اللي بتقدمه ده حاجه كويسه؟ في ناس شايفه اللي انا بقدمه ده هو ده متيري.
في ناس اللي انا شايف ان انا بقدمه ابتذال، مش الناس شايفه ان انا متسلط واخد فلوس ومسؤول كل حاجه وبتخدم الاجنده الصهيونيه او الاجندات دي، دي ارائهم. انت انا ماليش ان انا اشكك في ارائهم، هما شايفين كده، هما شايفين عندهم التبرير الاخلاقي للموضوع ده هوت، بس انا ما احبش ان انا اختفي وراء الكلام ده. انا اقول له اصل هما غيرانين مني، اصل هما مش عارفين يعملوا ده، نوع من الغرور وده نوع من انكار واقع ان انت استحاله ترضي الناس كلها. غريت باسم يوسف فجاه باراشوت هالاضواء عليك؟ لا خفت بالعكس، الشهره السريعه دي في وقت قليل تخوفك، ما تخليكش مغرور. لو ما انت اصبت بالمغرور لا أبقى. الكلام ده لو انا عندي مثلا 21 سنه ولسه جديد وشايف ان الموضوع يدوم، بس انت بعد لو انت داخل على 40 تعرف ان الاشياء ديت، ان الشهره عباره انت مواليد 1974 داخل على 40، فانت تدرك ان الشهره زائفه والاضواء زائلة. مجد باطل، مجد المجد كل ده هيختفي. ففي الاخر لازم انت تفكر بعد الشهرة وبعد لما تختفي الشهرة وبعد ما تنحسر عنك الاضواء وبعد ما الناس ما تبطل تضحك عليك وكمان تكرهك، لازم تفكر انت في الاخر عملت ايه، وانت كبني ادم انت ايه. مش انا شهرتي ايه، لان لو انت قست حياتك بشهرتك ده قياس باطل جدا وسيء جدا. انا مثلا انا شايف ان انا هيبقى اكبر انجاز ليا ان انا علاقتي مع بنتي، علاقتي مع مراتي، علاقتي مع اهلي، ده بالنسبه لي اهم بكتير، علاقتي مع الناس الجميله اللي اشتغلوا معايا وعملنا شيء جديد في البلد. خبرني عن بنتك. بنتي نادي عندها دلوقتي سنه واربع اشهر، ماشيه في سنه خمس اشهر، وهي الحمد لله هي عباره عن حزمه من الطاقه لا تنتهي، ربنا يبارك فيها كده وربنا يكون في عون امها هاله. هي بصراحه بتتعب قوي معاها وبتتعب معايا، بتستحمل كتير. فهي هي ما شاء الله نادية على اسم الست الوالدة. على اسم والدتي. هو اسم قديم يعتبر يعني، بس انا بحبه. فهي ده اللي باقي، مش ده اللي هيفضل معاك. البرنامج هيفضل كام سنة؟ سنة، سنتين، شهرين، ثلاث سنين، لكن ده العلاقات الإنسانية اللي بتعملها مع عائلتك واللي بتعملها مع التيم بتاعك وفريقك والناس اللي انت كبرت معاهم دول، هو ده اللي باقي. رسالتك بعيد الاب لناديا مؤثره جدا كانت. بتخاف عليها لناديا اليوم من بكره مصر من شو؟ يعني الغد في مصر انا اخاف تحت الهم ناديا. طبعا انا اخاف عليها. بص يعني في للاسف انا هتكلم هنا نيابه عن كتير من الاباء وكتير من السيدات في البلد. كان في حق جميل قوي موجود زمان كده من 10 15 20 سنه اسمه ان الست تمشي في الشارع ما حدش يقرب لها. الست دلوقتي لما تمشي في الشارع بقى عباره عن مغامره، يتم التحرش بيا ولا مش هيتم التحرش بيا، هيتم ان حد يعني يحط ايده عليا، يشتمني، يسمعني كلام وحش. حقك الاساسي كبني ادم انك تمشي في شوارع بلدك بقى دلوقتي نوع من الرفاهيه. هون عم تلطش اي فريق من بمصر؟ لا 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 انا ما انا انا بتحكي عن ظاهره التحرش. ظاهره التحرش عامه يعني. انا بقول لك انا كواحد انا نفسي بنتي تقدر تمشي في الشارع من غير ما حد يكلمها. لابسه ايه مش لابسه ايه، مغطيه شعرها مش مغطيه. الفكره كلها ان في كان حق اصيل لاي مواطن مصري زمان ان هو يمشي في الشارع ما حدش يكلمه. اذا بنتك بالمستقبل قالت بابا بدي اتحجب، هي حره، انا مالي انا. ده قرار تتحجب ده ده, ده 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 يعني. الفكره كلها انت بتحاول ان انت تديها اخلاقيات وبتديها نوع من الـ 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 الاخلاقيات او الـ او الـ او الدين اللي انت عارفه، وفي الاخر هي بتبحث. عمر على فكره كل ما فيش حد بيجبر بنته على حاجه، لان في الاخر لو هي انت اجبرت بنتك على حاجه تعمل العكس في الدره. فالفكره كلها ان تتمنى ان انت تربيها كويس وان هي تبقى واحده بنت صالحه لاهلها وبنت صالحه في حياتها، وتبقى راضي. اهم حاجه تبقى راضيه عن نفسها، ده اهم حاجه. يعني هو ده اتمنى ان مصر تبقى بكره تبقى مكان امن لبنتي ولاي بنت في الشارع. لما حوارت بلبنان شهيد كبير، اسم كبير بالصحافه اللبنانيه ايضا، جبران تويني، ما بدي اذكرك معه، بس لما بتطلع فيك اليوم فيس تو فيس بتذكرني كثير بجبران. هو ده اتقتل؟ ايه استشهد. طب يعني ربنا ربنا يعني ربنا يعطيك طول العمر. استشهد من كتر ما كان يحب لبنان. شي مرة بتفكر بينك وبين حالك نحن بني ادمين بتقول انه ماذا لو يا باسم؟ ايه؟ ماذا لو؟ ايه اجل انتهى يعني؟ خلاص يا عم اجل انتهى، هعمل له ايه يعني؟ قدر ومكتوب عليك هتعمل ايه؟ يعني لا اعتراض على حكم ربنا، هتعمل ايه؟ يعني بتنتهي النهارده بتنتهي بكره، اصل انت يعني مش لازم تصير، ممكن تموت في حادثة عربية،
تموت من العجز، تموت يعني كل اللي يجيبه ربنا خير. بس بكل هالسنه هالمرحله سنه اولى حكم، في مشهد بكاك؟ بكاني والله. بص، هو انا مش ببكي بسهوله، انا مش ببكي بسهوله قوي، لكن يعني للاسف من كتر احداث العنف اللي في الشارع بقى الواحد صعب ان هو يبكي من كتر ما اتعود، وده أسوأ شيء يحصل ان انت تتعود على كده. ده بقى شيء يعني، انتوا كان عندكم انفجار في الضاحيه الجنوبيه من يومين صح؟ في بير العبد في الضاحيه الجنوبيه صح. يعني شوف الشعب اللبناني ده، الشعب اللبناني عنده قدره للحياه غير طبيعيه، وانا مش مصدق بيضحك وبتاع وبقى انفجار. على قد ما انا مبهور بكده، بس انا مش عايز ده يحصل عندي، ان يبقى الانفجار او ان حد تتقتل او ان حد يموت يبقى شيء عادي او جزء من الحياه العاديه. أسوأ شيء يحصل ان تبقى الحياه الادميه عباره عن احصائيه. اربعه ماتوا، خمسه ماتوا، 10 ماتوا، 72 ماتوا، احصائيه، شيء مرعب يعني. فانا اتمنى ان ده ما يعني، للاسف انا مش عايز ان احنا نبلع الموت، يبقى عادي ان نصحى الصبح هي كم واحد ماتوا النهارده. قد ما يعني بيصير قد ما بيصيروا الناس عرضه لهالمشاهد العنف والاذيه واعداد القتلى، بيصير عندهم نوع من فقدان الحساسيه تجاهها وبيتقبلوها، فقدان انسانيتك يعني، بقى شيء عادي. الكوميديا اللبنانيه، طالما عم بتحكي عن لبنان وبتحب لبنان، بتتابع الكوميديا الساخره بلبنان؟ انا كنت بشوف شي ان ان، شي ان ان على شاشه التلفزيون الجديد. انا كنت بشوف على اليوتيوب صراحه، ما كنت كنت بشوف شي ان ان، وكنت بشوف، وفي كمان اللي هو الدي ان اي، دي ان اي لنديم قطيش. نديم قطيش هو هو على تلفزيون بطريقه مهنيه اكتر. اللي بيعجبني في الكوميديا اللبنانيه ان انتوا مكسرين تابوهات كتير. تكلموا على الطوائف، تتكلموا على الحق يعني الجنس، يعني اوكي انت اللي قلتها مش انا، مش لان مصر ليه ما بيحكوا ما تابو الجنس، مع انه السينما المصريه يعني في هم حرين الجنس، يعني انه مقاربه الجنس بالسينما المصريه موجوده، يعني انه المشاهد ما علينا. انا مش بطلع مشاهد. المهم لا، انت انت ليش ما بتحكي عن، انت عندك يعني بص حذر شخصي؟ لا مش كده الفكره كلها، ان انت عايز ان انت تقرب الناس زي ما قلت للسياسه بالكوميديا الساخره. ممكن ساعات ان ساعات احنا بتفلت مننا شويه في الافيهات، تبقى افيهات الى حد ما شقيه حبتين، وده ساعات بيقفل الناس مننا، تلميح مش توضيح، تلميحات الى حد ما. فاحنا ساعات الماتيريال هو اللي بيفرض علينا، المحتوى هو اللي بيفرض عليه، بنحاول نتجنبه كتير. فانت لازم تبقى حذر، لان انت برضه في ناس كتير بتتفرج عليه. احنا بنحط تحذير ويا جماعه 18 سنه وكلام من ده، لكن بنحاول على قد ما نقدر يعني. انت لو شفت السكريبتات اللي احنا قطعناها عشان ما تنفعش كتير جدا. لكن انتوا في لبنان يعني احنا مش يمكن مش مستعدين لكده. لبنان انتوا عندكم بتكسروا تابوهات السياسيه كتير والتابوهات الطوائف كتير، ويعجبني الجرأة جامد جدا في الكلام دوت. فانا شايف انكم كنتوا كمان سابقين الكلام دوت من الثمانينات والتسعينات، ويمكن كمان من كتر الحرب الاهليه والعنف. بقى خلاص بصوا بقى ما عادش فاضل حاجه ثانيه هنتكلم في ايه يعني، مش ده كمان اللي هتمسكوه علينا. فانا شايف ان المحتوى اللبناني غني جدا، وانا معجب جدا بيه. شو اللي مثلا سلام زعتري وفؤاد يمين بي شيء ان شو اللي يعني شو اللي بتقول انه لا بص انا ما اقدرش لا 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 يعني انا طريقه اللي هم بيقدموا مثلا نشره جويه، طريقه ان هم بيقدموا بيها مثلا الكلام، في ساعات ما بفهموش قوي عشان مش فاهم سياسه الطوائف في لبنان، بس في ذكاء جامد. وانا بحب كده، انا بحب ان يبقى في نوع من الذكاء في الطرح، وان هم انت قلت لي من يومين يعني طلعوا في قناه وبهدلوا رئيس القناه، فده كويس. انا شايف ان يعني ان ده نوع من الريليس كاثارتي، يعني نوع ان انت كاثارسيس، تنفس الصعاب علشان تقدر ان انت مش هتقدر تمنع الناس انها تتكلم، فده ده كويس. انا جون ستيوارت ماله مسافر بكره على الاردن، تمام بدك تشوفه لجون ستيوارت وهو هنيك عم بيصور. لا رايح ازوره يوم كده وانا راجع عشان هو بيصور الفيلم بتاعه في الاردن. شخصيه رائعه جدا يعني، على الحقيقه شخصيه اكثر من رائعه، وفعلا هو ده راجل مرتبط قوي بانسانيته جدا، ويعني العلاقة بيني وبينه كانت من علاقة واحد معجب براجل بيقدم تلفزيون، ان احنا فعلا بقت علاقة صراحة تبنيك يعني، هو الفرق السن مش كبير قوي بس لكن هو علاقة صداقة حقيقية بيني وبينه. و شو اتعلمت منه؟ اتعلمت منه ازاي هو بيشتغل التيم وورك اللي هو بيشتغل معاه، العمل الجماعي، روح الجماعة، لا روح الجماعة اللي معاه. انا لما انا رحت قعدت معاه يومين عشان اشوف التحضيرات، كان خميس وجمعه انا فاكر،
عشان اشوف التحضيرات بتاعته في الاستوديو ازاي بيطلع. يعني فكره العمل الجماعي مهمه قوي، فكره ازاي بيبني الفكره مهمه قوي، فكره وده اهم حاجه قالها لي الحقيقه. انا اشتكيت له قلت له بص انا مش عارف اعمل ايه بعد كده، الكلام ده على فكره قبل ما الدكتور مرسي يمشي. قلت له انا مش عارف اذا كنت ممكن استمر بعد كده، في حاجات كتير جدا عايز اناقشها في البلد بس مش كوميديه. فقال لي كلمه جميله قوي عجبتني، قال لي انت لازم تختار ما بين حاجتين، هل انت عايز تعمل كوميدي ولا عايز تعمل حاجه تعيش؟ عايز تعمل حاجه كوميدي وتضحك الناس او تقتات منه، ولا عايز تعمل حاجه تعيش؟ حاجه تعيش، لا يعني شيء تعيش تستمر، شيء يستمر. نعم. فقال لي دايما تختار اللي بيستمر حتى لو مش بيضحك. الناس اللي هي اللي انت لو انت فضلت تضحكهم بس يوم ما تعمل حاجه جد مش هيرفضوك، اعمل انت من الاول اللي انت عايزه، والناس اللي بتضحك اللي عايز تضحك بس بتروح وتيجي. لكن المهم يبقى انت عايز تقول ايه، اعمل اللي انت عايزه مش اللي الناس عايزه. يعني بعد الثوره شو عندك شيء جديد؟ بدي اعرف اليوم انه هلا عندك برنامجك امريكا بالعربي. امريكا بالعربي برنامج مش جديد، انا عملته السنه اللي فاتت عن القولبه والستيريوتايبنج. الستيريوتايبنج عملته السنه اللي فاتت في الصيف اللي فات، كان ساعتها لسه فتره الاعاده ما بين الفريق شفيق والدكتور محمد مرسي. عشان كده ما انتخبتش يعني. فانا كنت هناك وقت الموضوع ده وبنقدم البرنامج وبنتعامل مع المصريين والعرب والمسلمين والمسيحيين اللي عايشين في امريكا. كنا بنناقش فكره القولبه، فكره الستيريوتايبنج، فكره انك تحط الناس في قوالب نمطيه. وبصراحه كانت تجربه رائعه جدا. وانا يعني البرنامج ده للاسف ما تمش التحضير له بما كان يجب، لان احنا كان وقته قليل قوي، لكن في ناس عملت معجزات في البرنامج ده. المخرج محمد خليفه، هاني اسكندر، ريتا قسطنطي، هند رضوان، عمرو اسماعيل، احمد عباس معايا كان هناك طبعا معايا يعني على ايدينا ورجلينا، المونتاج طبعا وائل فرج ومصطفى حلواني موسيقى. الناس دي عملت فعلا من الفسيخ شربات. فريق انا اتمنى ان هو يتعاد تاني وياخد وقته. فريق عملك بدي احييه كمان، واحمد عباس كمان ليجند. انتوا بيجيبوا اي صور من الانترنت بقى، اي حاجه وعمال تحطوها. طب ماشي، انا عم بشوف صورك عم بقول انه صور يا باشا. ممكن اضفت ده ويل سميث يا معلم، اضفت يمكن انت على جون ستيوارت ايه او لا؟ لا لا مش اضفنا، هي الفكره كلها ان احنا طلعنا في وقت مختلف عندنا بالنسبه له. هو بيطلع برنامج بتاعه في ديمقراطيه راسخه، احنا لسه ديمقراطيه لسه بتتشكل ولسه مش عارفين راسنا من رجلينا. فالفكره كلها ان احنا يعني زي بيقول لك اون شيكي جراوندز، الارض بتاعتنا لسه مش صلبه واحنا مش عارفين اللي بيحصل بكره. يعني هو ضامن ان هو يكمل اللي هو عايز، ضامن ان هو يتكلم على كل حاجه، ما يقدرش الناس مش هتقلب عليه، لان هو اللي بيتفرج عليه 1.7 مليون، مليون و7 من 10. دول جمهور. شو جايبه لباس؟ لا 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 بس بس دول جمهور المحتفظ بيهم. نعم، اللي هو لو طلع بكره ما قالش اي حاجه محتفظ بيهم. خلي بالك ال 30 مليون دول رقم على فكره، يعني ممكن بكره يبقوا صفر. فريق عمله قد فريق عملك؟ فريق عمله اكتر مني بكتير، في خصوصا اللي هم الفريق اللي هو اللي هم بيعملوا دايما نص الحلقه بره في الحاجات ميدانيه. فعنده فريق ضخم جدا في التصوير، عنده سوفت وير، برنامج كمبيوتر يقدر يجيب له اي كلمه او جمله عملاء. احنا الفريق بتاعي انا فريق عمل اللي هو الريسيرش للباحثين، بيمسكوا برنامج برنامج فبيعملوها يدوي، لان احنا ما عندناش، ما ينفعش السوفت وير ده عندنا في العالم العربي. لكن لا، هو عنده طبعا امكانيات وعنده مبنى ضخم جدا وكده، ولا 14 سنه. جون ستيوارت الصهيوني، لما اليوم نقول بالعربي العربي كلمه صهيوني، مش صهيوني خالص. لما نقول كلمه صهيوني بعد عنا هيدا التابو انه بس نقول الصهيوني يعني هو البعبع يلي هو. لا بس هو في فرق واسع جدا ما بين ان هو يهودي وبين ان هو صهيوني. بس بيخدم الاجنده. لا ما هي ما انت كده كان انت بتقول المسلم ارهابي. ما ينفعش، ولا كل مسلم ارهابي، ولا كل ارهابي مسلم، ولا كل يهودي صهيوني. فاهمني؟ وعلى فكره مش كل صهيوني يهودي، كتير جدا من الصهاينه من اليمين المتطرف المسيحي اللي موجود في امريكا. هيدا الستيريوتايب الموجود. ده الستيريوتايب موجود، بالعكس هذا اليهودي وليس الصهيوني اكثر واحد في ورمجه دافع عن الفلسطينيين وقت ضرب غزه في 2006 في عناقيد الغضب، عملت عناقيد ودافع على ضد بناء المستوطنات، واتريق على ازاي ان انا فاكر في حلقه انا شفتها كان بيتريق على المرشحين الامريكيين، كان ساعتها لسه هيلاري كلينتون في السباق واوباما وجون ماكين، ان هم كلهم رايحين يخطبوا ود الايباك اللي هو اللوبي الصهيوني هناك، بيتريق على كده، وان هم ما فيش حد منهم يجرؤ ان هو يتكلم على اسرائيل. دافع عن بناء المسجد بتاع 9/11 اللي موجود في مانهاتن، دافع ازاي، هاجم جدا ازاي سويسرا تمنع المآذن، وده يهودي. هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم كانسان،
كان بيكلم انت كحقك معتقد على فكره. هو عمل حاجه بقى تانية والناس كلها هجمته عليه. كان وقت بعز هجمات القاعده في امريكا وعز ما كانوا بيقبضوا على الناس اللي بتوع القاعده، كان بيتم تعذيبهم بطريقه اسمها ووتر بوردنج، بطريقه معروفه كان انت تقلب الراجل كده تحط على وشه فوطه وتفضل تغرقه الميه فيحس انه هيغرق. عمل كميه حلقات ان هو يحارب التعذيب، مع انه دول ايه ارهابيين، انه دول ممسوكين في قضايا ان هم ممكن لو حد اعترف يقولك على مكان قنبله هتودي بحياه 10 او 20 واحد. هو قالك نحن لدينا التزام اخلاقي نحن ومبادئ الانسانيه. ارهابي اعامله كانسان، واحد مختلف عني اعامله كانسان. انا عشان كده رجعني النقطه بتاعتي الاولانيه اللي انا كنت بتكلم عليها. طب انت لو انت عايز تشايط الناس دول لازم تعاملهم كبني ادمين. الناس اللي في رابعه دول بني ادمين، الناس اللي في نهضه دول بني ادمين. قول عليهم اي حاجه، قول عليهم مش الانسان، قول عليهم بقى مغيبين، قول عليهم بقى مضحوك عليهم، قول عليهم حاجه، بس الناس دي مش هتختفي. فالفكره كلها ان التطرف في التعامل يولد مزيد من التطرف، ونزع انسانيتك مع التعامل مع الناس ينزع انسانيتهم اكثر واكثر. فشوف هو ده اليهودي اللي عمل، يعني دافع عن طريقه استجواب كميه الحلقات اللي عملها تريقه على ان هم ما قفلوش معتقل جوانتانامو. ما جاوبتني، شو راح تعمل برنامجك الجديد؟ شو راح اعمل؟ ما انا انتظر الاحداث لما نرجع. احنا جايين يا اما في اغسطس يا في سبتمبر، لسه ما حددناش. ممكن تحاور فنانين وممثلين انا اتمنى ان وشعراء وكتاب. بص انا 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 احسن ان انا احاور في السياسه، لكن انا عايز ان انا لما يبقى في فيلم جديد طالع، لان انا شايف ان جزء من السياسه ان انت تشجع الحياه الفنيه اللي موجوده في مصر. انا اتمنى ان زي ما جون سيوت بيعمل، جون سيوت لما بيبقى في حد بيعمل فيلم بيطلع معاه ويقول لك انا بعمل كذا في الفيلم وكلام من ده، بيبقى نوع فقره فنيه. احنا في معظم فقراتنا فقرات فنيه، تجيبي حد بيغني، تجيب حد عمل فيلم. فانا اتمنى ان احنا يبقى ان ده يبقى جزء برضه بالبرنامج. لما وضع النقاب على تمثال ام كلثوم بمدينه المنصوره، حسيت انه في خطر؟ انا ما اعرفش، ما اقدرش اعلق على الحدث ده، لان انا ما اعرفش اذا كان فعلا تم تعليقه ولا كان حد من النشطاء علقه كنوع من الرمزيه. فانا برضو انا مش عارف الحادثه دي بالذات، فانا ما اقدرش اعلق عليها. ما اقدرش اعلق عليها يعني صح، لان انا ما عنديش المعلومات الكافيه. كنت خايف على الثقافه؟ بص انت ما تقدرش تدفن بلد، ما تقدرش تدفن بلد، وما تقدرش ان انت تخلي الناس كلها تمشي زي ما انت عايز. انا خايف على الثقافه الحقيقه من المثقفين نفسهم، لان احنا مع وجود كل هذا يعني السيناريو اللي فات قبل الثوره وكده، احنا ضمننا الثقافه بايدينا، احنا ما خلقناش بديل محترم ان احنا نستوعب الناس وان احنا نقدم بدائل ثقافيه متعدده. المسرح مات في مصر من قبل الثوره، ما عادش في مسرح في مصر. السينما عانت في مصر من قبل الثوره. السعي وراء الكسب المادي بدل ما انت تقدم قيمه كويسه كان من قبل الثوره. فانا ما اقدرش انت كل شويه ترمي المشكله على الاخوان المسلمين او على السلفيين. انت عندك خلل في المنظومه طبعا. كون ان وزير الثقافه اللي كان جابوه طبعا هاجمته هناك، يعني ما كانش ناقصه، لكن ماذا فعلنا احنا للثقافه؟ احنا ما عملناش حاجه للثقافه. احنا مذنبين بان احنا ما اضفناش للثقافه بقدر يعني اذناب الباقيين ان هم عايزين يدمروا الثقافه. نعم. باسم يوسف، بعد الفاصل رح اسالك عن قطر، رح اسالك عن بدي اسالك عن زملاء بعض من زملائك، ورح اسالك كمان عن اجرك قد ايه بتتقاضى. ما تقول لي في عندي، بدك تقول بعد الفاصل؟ بلا بده يقولها، خلص بقى تمام. باسم يوسف، قطر اشمعنى؟ من بعد هالاوبريت الشهير قطري حبيبي، هل من توضيح؟ لانه لما سئلت بتقول انا ما كنت عم بحكي عن قطر او السعوديه او الخليج، بتقول انه عندهم كل دوله عندها مصلحتها، انا عم بحكي عن الواقع الداخلي في مصر، واستعملت تحديدا كلمه الاشحاده. انا ما بحب انه اي رئيس يروح كيف. بص حضرتك، موضوع قطر دهوت عشان بس ناخده حبه حبه. رقم واحد، كان واضح جدا ان انا ما بتكلمش النقاش، يعني انا لا حاجه بيني وبين قطر، وقلت الموضوع دهوت
وبعد ذهاب يعني جماعة الإخوان من الحكم أنا مش محتاج إن أنا يعني أجامل حد. نعم. أنا قلت إن الفكرة كلها إن أنا بتدي على الواقع بتاعنا إن كل رئيس عندنا كل اللي هو عايز يعمله إن هو يشحت أو كل إن هو يدخل فلوس أو يعني ما ينفعش. فالفكرة كلها إن هم إذا كان قطر فعلا يعني بصراحة very impressive دولة صغيرة قد كده وعمالة تشتري في فرنسا وتبنيني ومؤثرة حاجة يعني مثيرة للإعجاب. يعني فكرة كلها إيه؟ هذا الرئيس دكتور محمد مرسي كان يستطيع لو هو لم الناس كلها حواليه ما كانش ولا يحتاج ولا قطر ولا غيره، لأن بس الفكرة كلها إنه عشان نفر الناس من حواليه فهو كان محتاج فلوس. فمين اللي كان الوحيدة بتدينا؟ قطر. قطر تخش تشتري بنك الأهلي سوسيتي جنرال مش عارف تالت تشتري حاجات كتير، في كان شراء كتير جدا في التجمع الخامس بيحصل. انا ما عنديش مانع يعني هو كله بيزنس، ما هو لسه هو السعوديه والامارات مدينا فلوس بس هي كام. الفكره كلها لو هم يعني لو فعلا قطر عايزه تساعدنا ماشي حاجه جميله. بس انا ليه حاسس ان في ثمن بيدفع؟ انا بكره لو انا لقيت ان في ثمن بيدفع للسعوديه او لغيرها انا هتكلم. انا ما كانش عندي عمليه ان انت تعمل فلوس. الفكره كلها ان انا كنت بتكلم على حاله موجوده في الاعلام، مش الاعلام الديني بس بل الاعلام الخاص اللي هو قطر اشتريت قطر ما اشتريتش قطر مش عارف. وكمان حاجات زي بقى اشتروا قناه السويس مش قناه، وانا طبعا سخرت من الكلام ده. الفكره كلها هي خلاص الدنيا واقفه ان قطر هتدينا فلوس ولا لا؟ يعني دلوقتي في اللي هو الحساب بتاع 30/6/30/6 اللي هو بتاع المصريين بداوا يدفعوا فلوس ادعم مصر. في بقى في نوع من الناس عايزين نلعب، بس الله ما يطلعش زي بقيه الصناديق اللي هي يعني لغايه دلوقتي هو ماشي كويس، الله ما يطلعش زي بقيه الحاجات اللي هي صندوق المعونه واختفى وكده. لكن هي الفكره كلها في هيك اشياء طلعت حاجات قبل كده عشان نستغنى عن المعونه الامريكيه وبعدين ما تعرفش راحت الفلوس فين وكده. بس الفكره كلها ايه؟ انت دفعت دعمت الصندوق 30/6/30/6. انا بدعمه وحدعمه واتمنى الناس كلها تدعمه، وانا ليا طرق تاني يعني احب ان انا اعمل الكلام ده. في حاجات اعملها في السر مش في العلانيه، بس الفكره كلها ايه؟ ان ما بتحب تتصل وتشجع؟ بص في ناس يعني على الساحه، انا مش نوع من ديماجوجي يلا واعملوا كلام يعني على السي بي سي. شفت انا خيري رمضان وكان في كتير تمام. زملاء كمان اتصلوا دفعوا 100,000 جنيه و70,000 ولميس حديدي. انا ما بحبش اعمل كده لان هيتقال ان انا بحب ان انا اكسب بونت او اركب وكلام من ده. انا بحب في الحاجات دي ان انا اعملها في صمت، وان انا ادعم من مناطق تانية، ادعم على المصريين في الخارج ان انا بطريقه مختلفه. لكن الفكره ايه؟ نرجع تاني لموضوع قطر. انا بالنسبه لي موضوع قطر ان عمرها ولا هي كانت ضد حكومه قطر ولا ضد ناس قطر، وقلت الكلام ده هو في الحاله. الناس خدت الاغنيه ومشيت فيها، وكمان فين في الاغنيه في اي نوع من الهجوم على قطر او التحريض على قطر؟ ابدا. بالعكس، ان احنا بقينا وصلنا ان احنا بنكون مصر وطني حبيبي وطني الاكبر، ولما الناس كلها ان احنا بقينا هناخد النهارده كام. بس باسم انت اظهرت يعني المواطن المصري اللي في المحله اللي ماشي ما بيعرف معنى المحله. انت عارف معنى المحله؟ انت في المحله ماشي مش عارف انه فيها الخلاف اللي قد ينشا يعني بين قطر ومصر او بين الدول. انت اظهرت كل هال طب لازم نظهر يعني. هل احنا نبقى مبسوطين الناس تبقى مغيبه؟ يعني هل نبقى سعداء الناس ما تعرفش ايه اللي بتحصل في البلد؟ وكمان على فكره يعني الحقيقه يعني ان رد الفعل السيء اللي من قطر ما جاش من الاستاذ، جه من صحفي او اتنين. لكن في ناس قطريين كتير جدا علمك على فكره يعني الاغنيه عجبتهم كانت لطيفه وخدوها ببساطه. احنا بس شويه حساسين لما احنا نتكلم مع بعض يعني. بس انا مش شايف ان كان فيها حاجه، بالعكس. يعني ايه كان كلام كلام الاغنيه؟ يعني قطر يا حبيبي تعالى واشتري هرم واتنين غيره وكلام من ده. ما فيش اي نوع من الهنا. ده انت كانك بتتريق ان هو راجل معاه فلوس كتير وانا معيش فلوس. فين الاهانه؟ ليس له هناك اهانه وليس هناك تعدي، بل هي يمكن عباره عن جرس انذار لينا عشان احنا نصحى ونبتدي ننمي. جرس انذار داخلي لينا احنا، ده كانت موجهه لينا احنا. نعم. بس قد ايه راتبك؟ راتبي؟ انت اخر رقم وصلت له كام؟ اضربه في 10، هو ده راتبي. 16 16 مليون. انا باخد 160 مليون في الدقيقه. والله بص هو معدل التضخم اللي عندنا مش هيسوى حاجه قريب. بالدقيقه خلصت الحلقه. لكن بيقولوا انه بتكسب يعني بتعمل ندوات. هلا عندك ب 15 يوليو عندك ندوه. فين؟ على تويتر حاطين انه في ندوه حجزوا بالقاهره. لا لا لا، ده صالون ثقافي، واحنا وي ار اكشلي يعني وي كولكتنج ماني فور ا جود كوز. بس أوكي. مش 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 حاجه يعني بغيه قضيه. لا لا طبعا طبعا حميده. اوكي سو رح تعملوها. اه اوكي اوكي
ليه تلبكت بس سألتك هالسؤال؟ لا أصلا ما خد أصلا 15 جولاي ايه؟ إحنا عندنا حاجة 15 جولاي. 15 جولاي ده إمتى؟ يعني كم يوم؟ مع 3 أصلا أنت بتقول ندوة هو ايه؟ هو عبارة عن ده عبارة عن ده سحور خيري مش أي كمية حاجة. بس مكتوب لأنه عليه ندوة وهيك. الشتائم على تويتر أول شيء في كتير ناس بيقولوا ليه ما بترد على تغريدات الناس؟ تغريدات الناس بص يا سيدي انت لما يبقى انت عندك تويتر ويبقى عندك كده مئات الفولورز اي مئات ما شاء الله عندك 1.6 مليون 7 اوكي داخل غالبا على 8 واحد 8 مليون بس الفكره كلها ان انت ايه تويتر انت لازم تتعامل معاه بطريقه مختلفه شويه لازم تعرف ان مش كل حد على تويتر انسان بني ادم حقيقي في لجان الكترونيه في ناس عامله 3 و4 اكونت في ناس مع احترام يعني للسن عندها 12 13 سنه وبتخش تشتم في ناس مش عارفاك اساسا ودخلت تشتمك وخلاص في ناس ما عندهاش اي نوع من الحياه غير انها تخش تشتم على تويتر الفكره كلها ان تويتر غير معبر عن الواقع لان هو في الاخر تويتر ده هو كل يعني مجموع الناس اللي موجوده على مصر بالتويتر كلهم 1.5 مليون من 90 مليون فانت ممكن ان انت يبقى عندك فكره ان في هجوم عن شخص معين فانت فكره الشخص ده خلاص اتبهدل انتهى وشعبيه كل ده كان ينزل الشارع ولا كان في اي حاجه في انفصال ما بين تويتر والشارع فاهمني يعني تويتر يعني تويتر ما بيمثل الشارع بص هو ممكن يدي انطباع بسيط لكن مش هو كل الشارع الناس اللي بتتفرج على القهاوي والناس بتتفرج على التلفزيون ولا عمرها بتخش على تويتر ولا عمرها بتفهم يعني تويتر في ناس ممكن واحد تفتكر ان مثلا واحد فنان او واحد لعيب كوره شعب او واحد سياسي شعبيته على تويتر الزباله لان انت في الاخر هم اعداد قليله جدا اللي عندهم الاعداد الكبيره هم اللي بيتحكموا في الراي لحد ما تلاقي في الشارع ولا يبقى في اي حاجه خالص فانا مش بقول ان انت تتجاهل تويتر انا بقول ان انت تدي له حجم في الاخر ولازم برضو تعرف ان انت يعني ما تتهزش بكل حاجه تتقال عليك لان لازم برضو تدرك ان مش كل الناس هتجمع عليك تقبل الشتائم قبل على فكره دي الميزه الوحيده لتويتر ان انت من كتر ما بتتشتم ان انت متوقع اي حاجه دي الحاجه الوحيده ده ميزه هائله جدا يعني تعمل بلوك انا كنت بعمل بلوك زمان بس انا لقيت نفسي ان انا خلاص هقرب اعدي البراري فقلت انا مش هعمل البلوك شويه لغايه لما اعديه انا والدكتور بدادي انا مش عارف انا عديته ولا لسه بس انا يعني انا هحتفل بان انا اول ما اعدي الدكتور بدادي هعمل بلوك على طول بس انا دلوقتي انا عملت بلوك لالافات الناس كان زماني معديه من زمان بترشحوا للرئاسه لا دكتور بدادي له دور اعتقد ان هو دكتور بدادي نفسه ما يحبش ان هو يبقى رئيس اعتقد ان دكتور بدادي له دور مهم ان هو يخدم البلد في منطقه معينه هو عنده راجل عنده رؤيه راجل مفكر وعنده رؤيه سياسيه واعتقد ان ده لازم يتحط في دوره اعتقد ان دكتور بدادي يتحط في حجم اكبر من حجمه ان هو لازم يبقى قائد ممكن هو ما يبقاش عايز يبقى قائد لكن له راي وله راي محترم وله رؤيه ولازم تتاخد بيه فيعني اعتقد ان احنا حملنا راجل شويه لانه حزب النور السلفي هلا ضده هو حزب النور السلفي يعني ده طبيعي يعني اصل ده لو انت مثلا جيت النهارده قلت حزب النور السلفي يقبل البراري كان انت بتقول النهارده جيب عبد المنعم الشحات رئيس وزراء فيعني مين مرشحك للمرحله المقبله؟ بص بصراحه ما عندك حدا؟ ما عنديش حد انا ما اعرفش بصراحه انا مستني واشوف يعني في بيقولوا دكتور حازم الببلاوي انا مش عارف يعني ايه راجل كويس ممكن نعمل جنزوري تاني بحاول بحكم الخبره مين مكان الرئيس سينال النقد منك باسم بالمرحله اعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى مرحله شويه فلويد يبقى فيها نوع من السيوله السياسيه هيبقى فيها اشخاص كتير لغايه لما يبقى في رئيس ويبقى في دوله لان انا بقول لك لما يبقى الدنيا كلها مش انت عندك دلوقتي نوع من عدم ال 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 اليقين السياسي يعني نوع الاهتزاز السياسي وعندك كمان مشكله جامده ودم في الارض ودم في الشارع فانت مش عارف تعمل ايه صعب صعب جدا يعني انت لازم تستنى شويه لغايه لما يبقى ليها شكل على الاقل عشان تعرف مين مع ايه وفين مع ايه لان العبث دهوت ده ممكن يبقى ده احسن وقت يطلع فيه البرنامج ممكن يبقى اسوأ وقت يطلع فيه البرنامج فلازم تستنى وتشوف باسم يوسف انت يوتيوب سنسيشن يعني كيف جاستن بيبر فيديو على اليوتيوب بالمرحله والناس يا سلام على تشبيهاتك والناس هن عنده الفضل انه عملوك لانه حبوك اللي حبوا الميديا اللي عم بتقدمها وصنعوا هيدا الاسم مع المجهود الكبير اللي بتعمله كيف رح ترد لهود الناس او للمجتمع هل انا نفسي ارد الكلام ده هوت من خلال نفس الميديا اللي عملتني وهي اليوتيوب احنا في مشروع ضخم جدا بعمله مع كيو سوفت الشركه اللي هي ساعدتني كتير جدا في الاول الفكره كلها ايه
ان هناك كثير من المواهب في العالم العربي وليس في مصر بس، لكن المشهد الاعلامي مسيطر عليه الناس اللي هي مع الانتاج. ممكن ما تبقاش شايف حد يعني عنده موهبه، فاحنا عايزين نعمل زي بلاتفورم او زي منصه الكترونيه احنا مسمينها تيوب ستار نتورك، تي اس ان تيوب ستار نتورك. تيوب ستار نتورك، ان يبقى عندك امل انك توصل للنجوميه من خلال اليوتيوب. لو الناس صوتت ان انت راجل كويس او ان انت عندك موهبه، مش لازم تبقى انت تعمل سخريه سياسيه. ابلود ذا فيديو، ابلود ذا فيديو، خد ابلود فيديو على السيرفر بتاعنا والناس كلها تشوف والناس كلها تحكم. لان انا متاكد ساعتها بقى واحنا نبقى حلقه الوصل ما بين الناس دي وبين الشركات الانتاج العملاقه والمحطات التلفزيون العملاقه. لان دايما المحطات التلفزيون محتاجه محتوى ومحتاجه جديد، ودايما في مواهب انت لا تتخيلها تحت، موسيقى، طبخ، رياضه، سياسه، كل حاجه، تمثيل، اخراج، كل حاجه. فالفكره كلها ان انا بحط اسمي على المشروع ده، لان انا شايف ان زي ما انا جات لي الفرصه لازم ندي الفرصه دي لناس تانية. شو الهدف الاكبر؟ الهدف الاكبر انك تدي امل. تدي بلدنا دلوقتي سواء مصر او العالم العربي اكتر حاجه الناس محتاجه دلوقتي امل، تنصر امل، تعطيهم، تدي امل، جرعهم. تدي ان كل واحد لو ما كان ما يكون في منطقه شكلها عامل ازاي، في مدينه، في قريه عامل ازاي، لو انت معاك تليفون وتقدر تصور وتقدر ليك فيك حاجه، ممكن تبقى كاتب، ممكن تبقى انت واحد محلل، اي حاجه. لكن الفكره كلها ان انت يبقى زي ما بيقولوا بره ده 15 minutes of fame، 15 دقيقه بتاعت الشهره. لو انت كويس الناس هتحط فوتس ليك وتوصل للمراتب الاولى. في محاولات، باسم، يوسف، وانبيز، ناس بيحبوا بيتمهوا معك وبيقتدوا فيك وبدهم يعملوا، وفي ناس ضدي وبيشتموا فيا وبيستخدموا نفس اسلوبي عشان يشتموني، وده شيء يسعدني جدا. لان انا الفكره كلها ان لو لطيف ان انت تستبدل العنف بسخريه وتبادل اراء. شو كان يقول عادل امام عن النقد؟ عادل امام كان بيقول لك ما تصدقش النقاد وصدق الايراد. الايراد يعني ما تصدق، يعني ايه؟ دايما لو انت عملت ريتنج كويس وعملت يعني ناس حبيتك، ما تصدقش ان كل حد يخبط فيك، وهو ممكن تصدقه، بس المهم انك تعمل اللي انت مؤمن بيه. فانا شايف ان في تجارب كتير جدا على اليوتيوب، والناس مش المفروض تقارن بالبرنامج زي ما هو دلوقتي، لان احنا ما وصلناش دهوت بين يوم وليله. لكن في ناس بتحاول، وفي ناس من الاخوان عملوا فيديوهات، وناس من السلفيين بيعملوا فيديوهات، وناس من تحضرهم. بتفرج وبيعجبني جدا الحاجات جدا بيعملوها. بفهم من كلامك انه برنامج البرنامج بينتظر الاحداث السياسيه بمصر، وعلى ضوءها محتوى الحلقات الجديده والصيغه الجديده بتتحدد. تمام. ما انا اللي منتظر. وعلى اي شانل؟ على اي قناه راح احنا ما زلنا على سي بي سي. احنا بعدك على سي بي سي؟ احنا ما زلنا على سي بي سي. ما زلنا على سي بي سي. في عروض جديده انه تعملون على اكثر من محطه؟ العروض موجوده دائما على اكثر من محطه، لكن الفكره ان احنا نتمنى، يعني الفكره كلها ايه؟ انت داخل دلوقتي على فتره من البرنامج مختلفه شويه. فترة يمكن هيبقى فيها نوع من التحليل أكثر من السخرية والضحك. وممكن الناس تتهمني إن أنا غير محايد. والحقيقة أنا غير محايد. ضامن نجاحك بالتحليل؟ مش عارف. مثل السخرية؟ ممكن، الله أعلم. أنا كنت ضامن نجاحي على المسرح من 9 أشهر، لا أنت مش تضمن، لكن الفكرة كلها إن أنت تحاول تعمل أنت عايزه. الفكرة كلها إن أنا ممكن الناس هتفضل مستنياني تقول لي أنت مش محايد، أنا قلت 1000 مرة قبل كده أنا مش محايد. أنا بقول رأيي. وانت لك مطلق الحريه ان تقبله او ان انت ترفضه. ان ممكن رايي ما يعجبنيش، ممكن يقول لك انت ما كنتش بتتريق على رئيسنا، يعني كنت واخد راحتك ومش على الناس تانيين، ممكن ده يحصل. الفكره كلها ان انا في الاخر احنا بنحط راينا الشخصي في الموضوع، وممكن ما يعجبكش. الحل انك تعمل ايه؟ تعمل انت فيديو وتحطه على اليوتيوب وتقول رايك، وممكن تبقى في تيوب ستار نوت توصل انت بعد كده. باسم يوسف، برايك الرئيس مرسي بينه وبين حاله اذا كان قاعد بده يحكي عنك دغري بتغير ملامح وجهك وقتها بتسمع اسمه، وقت يعني يحكي عنك؟ انا سوبر يحكي عني، يحكي عني كل شيء. بده يحكي، بده يقول. شو برايك بيقول ده باسم؟ شو معرفش شو بتتصور؟ انا اعتقد ان الرئيس مرسي عنده هموم اخرى، لا غير ان هو أخرى. يتكلم عن 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 باسم يوسف. كان في انت وكان في هو يعني لا بالاعلام لا. وبالرئاسه. انا لا 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 انا بص حضرتك، شوف رحم الله نهار التنين زميلنا وليد عبود على ام تي في عمل لقاء بمصر، بذكر اسمه المهندس زكي عبد المعطي، هو عم بيحكي عن السياسه، قال خليهم ينبسطوا بباسم يوسف بتاعهم. والله ما عملش حاجه والله. شو راح يعمل؟ بيقول لك يرحم الله امرئ عارف قدر نفسه. في الاخر نحن مجرد برنامج، ربما نحدث بعض التاثير، ربما التغيير، ربما، لكن في الاخر التغيير بيجي من الشعب وبيجي من الناس.
في حركه تمرد اللي بقى للتقاعد، في ناس اللي نزل في الشارع، في بعد كده يعني في من الغرور ومن عدم الانصاف انك انت تفتكر ان انت غيرت نظام او اسقطت نظام. بس حضرتك مجله، حسب مجله تايم انت من ضمن 100 شخصيه بالعالم بيأثر او اكثر تاثيرا على 99 ناس ثانيه في القائمه. يعني انا قصدي ان ما تخليش الكلام ده هو يوصل لدماغك، لان زي ما بقول لحضرتك انت النهارده زي ما بيقول لك اون توب، انت النهارده على القمه، بكره تنزل القاع عادي خالص. هي العجله دوار، زي ما كنا احنا كنا من 3-4 أسابيع كنا بنعاني وبقينا على القمه سياسيا. السؤال هنا ماذا تفعل وانت على القمه؟ هل انت هتستخدم الكلام ده استخدام كويس ولا هتسيء استخدامه وتخسر القمه بتاعتك بنفس الطريقه اللي خسر بيها الباقيين قمته؟ باسم لما مثل مين؟ مثل الاخوان، كانوا على القمه سياسيا وبغرورهم وعدم سماعهم للاخرين وعدم احتوائهم للناس خسروا. انا ارجو ان احنا لو نعطوا فرصه اطول كانت. لا انا اعتقد ان هم كانوا ماشيين في سكه مش لطيفه، اعتقد ان هم كانوا ماشيين في سكه ان هم خلاص عايزين يحولوا البلد بطريقه معينه، وهم ضجوا من السماء الى الناس. وكان الخطاب الاعلامي بتاعهم كان صعب، كونك ان انت تتهم كل الناس بالخيانه وكل الناس بالعماله، وان انت تبقى انت تحرض على القتل تقريبا، ان انت ده كافر وضد الدين، كافي جدا تقول انت ضد الدين وضد الله، ده كافي جدا. ده كان خطاب صعب وكان صعب يستمر. باسم المشاهد العربي او المشاهد الغربي كمان، خليني انا قلي بالعربي هلا، ايمتى بيستمتع اكثر انه يشوف طاقه مثل حضرتك تصعد صعود صاروخي وتوصل للقمه وتنبهر وتصفق وتفرح له، او مرحلة الديكلاين تبعه؟ لا، مرحلة الديكلاين او مرحلة الهبوط، الهبوط هي الفترة المرحلة المفضلة لنا كعرب. احنا نحب قوي نشوف الناس تقع، ده نوع من يعني ايوه بقى نقع بقى نوع، يعني هي الفكرة كلها ان زي بيقول لك كده في مثل انجليزي يقول لك يعني وي لاف تو كرييت جودز ان اوردر تو ديستروي ذم، نحب ان نصنع من الالهة حتى نحط نصنع الهة واصنام ثم نحطمهم. اعتقد ان يعني انت ما تقدرش تبني الابد وما تقدرش تحطم الابد، فانت الفكره كلها انك بتبني حاجه وتفضل معاها وتشكر فيها، وبعدين تيجي تقوم مكسرها تكسير. وده هيبقى مصيري زي اي حد تاني، جيب لي برنامج واحد صح استمر، جيب لي صح اي واحد تاني استمر. صح. بس المهم تبقى ده مدرك لكده. مهنه الطب الجراحه اعتزلت؟ لا أنا يعني انا اعتقد ان يعني خلينا واقعيين. انا بص انا طبعا انا 20 سنه طبيب وفي الجراحه وكده، لكن من عدم الامانه ان انت تستمر في مهنه ممكن انت تعرض فيها حياه للخطر وتبقى مجرد اسم. انا 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 كنت طبيب ماهر يعني؟ انا كنت كويس، كنت الحمد لله كنت أيه. كنت بسمع الكلام وكنت بساعد كويس، كنت بعمل عمليات كويس بس في ناس احسن كتير مني يعني. صار لك سنتين ما بعيد؟ بعيد، عشان كده بقول لك من الامانه ان انت لازم ان انت ممكن تفتح عياده والناس كده، بس ده شيء غير امين. ف يعني لو الاعلام فاشل في اي وقت انا دايما بقول هروح اصطاد سمك يعني. جميل قوي. ممكن في حال يعني مع انه بستبعد انه من بعد الاعلام اذا ما زبطت بالبرنامج الجديد ترجع للطب ولا خلص؟ انا يعني بعدت صعب شوي، هيبقى صعب شوي، لكن دايما في مجالات تانية ممكن افرغ كل وقتي لتيوب ستار نتورك، ان انا بدل ما انا اعمل حاجه لنفسي اعمل الحاجه للناس التانية، وان انا اطلع مواهب تانية. تشتغل على حالك كباسم ذا برودكت، المنتج البراند، انت ماركه مسجله ويعملوا لي كده تيشيرتات واعمل تيشيرتات. بص احنا لما مش بعيده يا سلام، لا احنا ابتدينا خصوصا الموسم الثاني، احنا قررنا ان احنا نعمل الموضوع بشكل احترافي، ان يبقى في ناس مسؤوله عن العلاقات العامه، ناس مسؤوله على البيزنس، ناس مسؤوله على الناحيه القانونيه، ناس مسؤوله على ازاي ان احنا نحاول ان احنا نساند المنتج ده بتاع البرنامج، حتى لو جه اوقات فيها جفاف، حتى لو جه فيها اوقات فيها ما فيهاش ماتيريال. سوري. لان اهم حاجه في الموضوع في اي بزنس موديل هي الاستمرار. انك تستمر، هتطلع شويه تنزل شويه تتعطل شويه بس تستمر. كل البيزنس موديل اللي في العالم سواء كانت حاجات مودلز زي رياضيه او عن او نمازج. او سياسيه، نمازج العمل في العالم، او نمازج سياسيه او نمازج تجاريه، اهم حاجه فيها انها تستمر. شركات الطيران بتخسر وبتكسب، شركات الملابس السعوديه بتخسر وبتكسب،
التلفزيونات محطات التلفزيون والافلام وشركات الانتاج العالميه بتخسر وبتكسب، ايه اللي يضمن ان ده يبقى ده منتج كويس انه يستمر؟ صحيح. فهي دي الفكره، ان انت احنا بنتعامل مع الموضوع ده هو بطريقه بنموذج ان انت عايزه يستمر، لان انت حرام ان انت بعد لما انت عملت ان انت تختفي لمجرد انت مش يعني عارف تنجح لحق. وتعزز هذا النجاح بالظبط. بالعكس انا اتمنى ان انا احس بالنجاح لما في 10 و15 و20 برنامج زينا واحسن مننا ويتفوق علينا ويقول اراء ضدنا ويقطعنا ويبهدلنا وننحاس وانا هبقى مبسوط ان انت عملت انت غيرت المشهد الاعلامي، وده في حد ذاته بالنسبه لي كفايه. قبل الفاصل هذه الاسماء من زملائك بالمهنه تناولتهم واللي ما تناولتهم بالبرنامج، بس اعطيني هيك بايجاز كيف بتشوفون علاقتك فيهم المهنيه. يسري فودة، استاذ يسري فودة صديق وراجل يعني شخصيه عزيزه جدا عليا، وكل الستاف بتاع اون تي في قريبين جدا لقلبي، لان انا قضيت معاهم يعني اول سنه ليا في التلفزيون. لميس حديدي، مدام لميس، مدام لميس برغم من اختلافي السياسي معها في اوقات كتير، لكن هي يعني معاملتها ليا فيها كتير جدا من الذوق والاحترام، وانا يعني بأبادل الاحترام في الموضوع ده. انا ممكن اكون مختلف مع حاجات هي بتعملها، لكن هي عندها راي وهتقوله هتكسر الترابيزه عليه، وساعتها بخاف منها. مجدي الجلاد. مجدي الجلاد، والله مجدي الجلاد انا قابلته مرات قليله، وهو يعني راجل لطيف، يعني راجل لطيف جدا، وانا مختلف برضه مع حاجات كتير بيكتبها في جريده الوطن، ومختلف مع حاجات كتير جدا من اللي بتطلع في جريده الوطن من ناحيه المصادر والمصداقيه. فبس يعني انت خدت بالك ازاي انت بتسالني دايما؟ انا ما عنديش مشكله في شخصنه الامور. يعني انا دايما بعامل انت ما عندك زاويه الشخص. يعني انا 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 بقول له انا مختلف معاك في كذا وكذا وكذا وكذا. معتز الدمرداش راجل لطيف قوي، راجل لطيف جدا، وكان جالي عندي في البرنامج مره، وراجل يعني توفيق عكاشه ماليش بيه اي علاقه وما بحبش. بس ولا ابدا ولا تعليق. لا تعليق. اوكي، راح نتابع بعد الفصل بالفقره الاخيره من البرنامج، برنامج انا والعسل مع باسم يوسف. جاهز باسم؟ السؤال الاول. ثانيه واحده، السؤال الاول هو ايه دول؟ انت قل لي. انا مش فاهم السؤال الاول وطلع لي السيوف. ايه يا جدعان؟ ده انا والعسل ولا انا ومسرور؟ في ايه يا جماعه؟ انتوا كويس؟ انت مستريح كده يا باشا؟ انت مستريح؟ اتفضل يا بيه السؤال الاول. خلاص يلا ربنا يستر. ماشي، هو لا بس الصرف باين الحمد لله. بس انت قد ايه بيكلف برنامجك؟ بقى لي قد ايه؟ انت قد ايه بيكلف؟ بيكلف برنامجي بيكلف يعني اكتر من الميزانيه اللي احنا بناخدها من القناه. احنا بنغطي يعني احنا دايما احنا مديونين، لان احنا معظم احنا لاول مره اول برنامج في مصر يبقى عنده هذا حجم من البرودكشن من الانتاج، وبياخد بنجيب احنا فلوس من بره وبندفع من جيوبنا. عشان كده لما انت قلت لي انت بتاخد كام، صح. انا مش قادر اقول لك، لان احنا ما فيش حد مننا في الشركه بيتوزع يعني على الفريق العمل. لان الفكره كلها انت عندك مسرح وعندك يعني وبناخد فلوس من الانترنت ومن اليوتيوب. مش هتلاقي نموذج في مصر بيتم تمويله بالطريقه ديت، ان احنا بنصرف من جيوبنا، ان احنا بنصرف من وقفتنا، ان احنا بنجيب فلوس من مناطق غير تقليديه علشان نقدر نغطي الميزانيه ديت. لان احنا لما احنا رحنا ما كانش حد متخيل الموضوع ده. جون ستيوارت بيدعمكم؟ لا هو بيدعمني يعني معنويا يعني. بس يعني ماديا؟ لا لا لا، احنا عندنا مصدرين فقط. نعم. من الفلوس في البرنامج ده، المصدر الاولاني هو الفلوس اللي بناخدها من القناه عشان ننتج، والمصدر الثاني من الاعلانات اليوتيوب او الانترنت. نعم. بس احنا ولا بناخد فلوس اعلانات بتاعت التلفزيون، ولا بناخد يعني فلوس من بره ولا اي حاجه. السؤال الاول، هو كل الكلام ده اتسجل؟ هيدا طبعا. طبعا احنا الناس عارفه دلوقتي مصادر تمويلنا. يا لهوي. اوكي تمام. هل أنت من الذين رددوا اللهم بلغنا رمضان وإحنا من غير إخوان؟ لا، أنا عمري يعني أنا ما كتبتش كده. على الأقل أنا كان عندي، أنا عندي دعاء دايما ربنا يحفظ مصر، واللي يعني إن شاء الله ربنا حافظ يعني هيحفظ البلد دي وهيديها أحسن حاجة. أنا ما أذكرش إن أنا فرحت
بعزل الرئيس مرسي، لان انا شايف ان احنا كان البلد كانت رايحه في حته مش كويسه خالص. بس انا ما يعني ما علمتش، يعني انا ولا انا ناديت بالنزول، ولا انا شتمت الناس اللي نزلت، ولا انا ركبت على الثوره بعد كده، ولا انا حتى يعني شمت في الاخوان بعد ما. نعم. السؤال الثاني، سوريا واللي عم بيصير بسوريا. ايوه فندم، مالها انت بسوريا والوضع السوري اليوم الراهن؟ الوضع السوري معقد للغايه، ويصعب عليا جدا ان انا اقدر ان انا اقول لك عليه. اللي انا اعرفه ان في هناك واحد اسمه بشار، ده اساء لشعبه، وبعدين الثوره دي ابتدت بطريقه معينه، وبعدين في عناصر كتير جدا دخلت انا مش عارف دي جايه منين، وفي قوه كتيره جدا تلعبت، الله اعلم اذا كانت تلعبت عشان تسقط بشار فعلا، ولا تلعبت عشان تشوه الثوره الاصليه. لكن انت بيجي لك حاجات من الطرفين انت مش عارف، يعني الموضوع صعب، الموضوع صعب بالنسبه لي انا بصراحه، الموضوع بعيد عني. انا الحاجات دي لازم دايما تنحاز، زي ما بقولت قبل كده، ايه يا جدعان في ايه، تنحاز للانسانيه وللشعب السوري. هو ايه، في حد انت بتعمل ايه، انت بتعمل حاجه شايف ده من حضرتك، انت بتعمل الصوت ده؟ طيب اوكي اتفضل، خليهم تركيا. ياكلوا حاجه خفيفه بس علشان تركيا. مالها تركيا؟ شو راح يصير بتركيا انت برأيك؟ احسن مسلسلات، بس انا هم هيوقفوا حريم السلطان وانا اتضايق جدا، مع اني مش متابعه، بس تركيا لطيفه وفيها شوبينج حلو. شارع تقسيم، ساحه تقسيم، ساحه تقسيم، ميدان تقسيم، ميدان تقسيم. هذا الموضوع تم متداولته في وسائل الاعلام، سواء من طريق الاخوان او من طريق الناس اللي ضد الاخوان بطريقه خاطئه. نصيحه لكل الناس عايز تعرف ايه اللي حصل في تقسيم، تابعوا مقالات بلال فضل، انه شرح الموضوع بطريقه محترمه جدا وعادله جدا، ما فيهاش ولا مبالغه ولا انحياز للطرفين. هي يعني موضوع انت ده حضرتك ما تعملش الاصوات دي يا بيه، ده واكل ايه؟ طيب طيب انتوا في لبنان حتى الاصوات دي بتعملوها كده؟ طيب نظيف. من هو الغطاء الدولي الاول للاخوان؟ ما اعرفش، ما في، ما يمكن اعرف، اصل هي كلها عباره عن سبيكيوليشنز، كلها توقعات استنتاجات. الناس يقول لك امريكا هي الغطاء، انا يعني انا ما اعرفش، امريكا امريكا الغطاء، ولا عندهم تنظيم دولي، ولا ايران، ولا حماس، ما اعرفش. اصل انت بتسالني اسئله يا شطر يا جدعان، في ايه؟ حد يزمر. اوكي اتفضل يا بيه. هل المراه المصريه تصلح لرئاسه مصر؟ المراه المصريه جدعه، تصلح لاي حاجه، هي تصلح لرئاسه البيت، اللي يقدر يدير بيت يقدر يدير بلد ان شاء الله. من قصدت اليوم انتوا تنزلوا السيوف؟ هو ده عدد السيوف؟ طيب ده حزن على رقبتي في الاخر، ده اخر شيء. طيب ماشي اوكي. من قصدت اليوم بتغريدتك حول الخطاب التحريضي ضد اللاجئين السوريين؟ الشخص المقصود في كذا حد، في كذا حد، وشخص بعينه يعني صديق ليا، وما احبش ان انا يعني اخش معاه في الصراع، لكن كان اداء غير موفق، وطبعا هو حر يعني. بس من اسم عائلتك يعني وات ايفر، يعني انا ما احبش النوع ده هوت من التحريض، لان في ناس ما لهمش ذنب في اللي بيحصل دوت. ما ينفعش ان انت مشكله اللاجئين مشكله انسانيه، وما ينفعش ان انت تقول، حتى لو انت قلت بعض الناس ومش عارف ايه وكده، ما كانش لطيف، ما كان التعبير غير موفق على الاطلاق. ابشع اتهام وجه لك من قبل الاخوان؟ لهم كتير، هم شذ على صهيوني، على اسوأهم انت برايك؟ ما فيش حاجه معينه. واسوأ نعت الرئيس مرسي فيه؟ انا عمري ما نعت الرئيس مرسي. ما قلتش؟ ما قلتش ابدا. قلت له، قلت ايه؟ انت تعرف ان قلت له حاجه؟ تفتكر؟ ابدا. إيه ولا شيء؟ لا انا كنت بتكلم عليه، بس ما بقولوش انت كذا. ما بقولوش مثلا انت، بجيب اسم حيوان او اي حاجه. لا انا مش دي طريقه، مش دي طريقه السخريه السياسيه الذكيه. ندمان على شيء قلته بأنبك ضميرك بينك وبين حالك؟ ابدا مش ندمان. يلا اللي بعده انزل. لا ما بأنبك ضميرك ابدا. لا. مش رئيس مرسي، عن زميل، عن شخصيه، عن لا 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 لا، لان انت في الاخر بتعمل الموضوع ايه، بتعمل الموضوع بسلامه نيه في الاخر، لان انت بتخطئ وتصيب، انت ممكن في الاخر تكتشف ان انت مخطئ، بس انت الاهم حاجه انت ما تعملهاش بسوء نيه، بس دي اهم حاجه. باسم يوسف، اخر سؤال قبل ما اخد الاتصال لحلقه الغد. بتزور طبيب نفسي؟ بزور طبيب نفسي. انا شكلي عليا مناخوليا للدرجه دي؟ لا لا انت طبيب، انت بتعرف ان المفروض ازور طبيب. انا شايف ان اي حد، انا شايف ان اي حد معرض للضغط النفسي، سواء على المشهد السياسي
والمواشد الاعلامي المفروض ان هو فعلا يظبطها بالناس. انا ما عملتهاش لسه بس احتمال اعملها الله اعلم. حتى الان الطبيب النفسي الوحيد هي امي ومراتي وبنتي وشركائي في العمل. شفت لك امك؟ بتدعي لي وبتساندني، مراتي بتساندني ومسانده ليا جدا. نادي عندها اسهال دلوقتي، فده الحاجه الوحيده اللي بتعملها ان هي بتعمل حاجات في البامبرز بتاعتها. واهم حاجه الناس اللي حواليك في الشغل، ناس زملائك في الشغل، هم دول الناس اول خط دفاع فعلا ضد التاثيرات الخارجيه. اتصال لحلقه الغد. ماشي. الهام شاهين، مساء الخير. مساء النور هشام، ازيك؟ وحشتني. وانت كمان وحشتينا. بين العسل الاول والعسل الثاني هذه السنه، السنه الماضيه الكل بيعرف شو صار، بكره شو جاي لعندي تحكي؟ هحكي حاجات هتاكد كلامي اللي انا قلته معاك السنه اللي فاتت، واللي زعل ناس كتير ودخلني معاهم في مشاكل ومهاترات واهانات وقضايا، والحمد لله ربنا نصرني والقضايا وصلتني اني اخدت حقي، وان اللي وجه لي الاهانات هو موجود دلوقتي بالسجن، عقبال الباقي ان شاء الله اللي مش غلطه في حقي، اللي غلطه في حقنا كلنا، في حق الشعب المصري كله، ويكونوا في مكانهم الطبيعي ان شاء الله. ونكمل هذا الحديث، يعني جود لك انت النهارده، ومعاك طبعا ضيف جميل باسم يوسف، وليه دور كبير كبير في فتح كل الأخطاء البشعة وكل الأكاذيب اللي عشنا فيها لمدة سنة. فأنا عارفة أنها طبعا حلقة جميلة وقوية، باسم بتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله يا نيشان بكرة مع بعض أنا عارفة هنقول كلام كتير يعني طبعاً. ربنا يستر. ونكمل هذا الحديث مع النجمي إلهام شاهين غدا في حلقة الغد من أنا والعسل. ناطرك إلهام شاهين، وأنا اشتقت لك كتير، وأنا كمان منتظراك، وإن شاء الله نعمل حلقة جميلة مع بعض. شكرا باسم يوسف، هذا آخر سؤال، وإذا صاح ديك بالبرنامج يمكن ما تجاوب على السؤال، بيبقى من دون جواب. طلع على الكاميرا أول شيء، قل له طمن الشعب المصري، طمنوا شو اكثر من الشعب المصري. انا مؤمن ان البلد دي عدى عليها اوقات صعبه قوي وعديناها، وانا عارف ان في ناس كتير ناقمه على التغير اللي حصل في السنتين اللي فاتوا، ناس يقول لك احنا كان مالنا بالكلام ده هوت. لكن انا شايف ان في اكتر سؤال كان بيتسال لي، هل انت شايف ان كان تستحق الثوره ان يحصل كل ده هوت من افلاس وضماد اقتصادي وكده؟ انا كنت بقول ان الوضع كما هو كان صعب ان هو يستمر، صعب ان انت تتجاهل وتهمش الاحجام دي من الناس والاحجام دي من الفقراء وتفتكر ان الدنيا كلها كويسه. اللي حصل في 2011 في ثوره يناير هو عباره عن تسريع للموضوع. انت كنت ممكن تفشل، لكن انت كنت المشكله ما كنتش هتعالجها، وكنت بتاجلها لاولادك واجلها لاحفادك. فانا بقول ان احنا نتعب دلوقتي عشان اولادنا واحفادنا يعيشوا حياه افضل ان شاء الله. فيما لو وصلوا الإخوان بصناديق الاقتراع إلى سدة الحكم مجددا، اكتب لي مانشيت بالبنط العريض مثل اللي بتكتبوا كل نهار ثلاثة عن بس مصير باسم يوسف، اختفاء باسم يوسف. شهرزاد لابسه موف عشان الاحداث. طب باسم يوسف شكرا لك. شكرا يا فندم، شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، اشكرك. انت ما نزلتش سيف ليه يا معلم؟